وسعادة وصحة وطاقة إيجابية إن شاء الله. حلقة جديدة واستاذ محفوظ يكذبوا مع حبيبتي وحبيبة حتة من قلبي كده مها الصغير. ازيك يا مها؟ مساء الفل عليكي وقمر النهاردة. مين بقى اللي والله العظيم عامل ايه؟ بس اروح فين جنبك يا مها؟ لا اروح فين جنبك ايه؟ لا انا محتاجة شوية حاجات كتير. ما شاء الله عليك منورة. مساء الفل عليكم، يوم جديد وستات ما يعرفوش يكذبوا، وان شاء الله يبقى الفقرات حلوة وممتعة ومفيدة ومعلومات مهمة النهاردة إن شاء الله. هنبدأ بأول خبر، وخلينا نقول تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة الصبح اصطفاف المعدات اللي شاركت في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء. سيادة الرئيس السيسي أشاد كمان بالجهود اللي تمت في تنمية سيناء والقضاء على الإرهاب، وقال سيادته إن اليوم بعد ما وفقنا ربنا سبحانه وتعالى وقضينا على الإرهاب تماما اللي كان موجود وبيعيق الحياة، مش التنمية بس لكن كان بيعيق الحياة وأمان الناس هناك، الحمد لله تحقق هذا بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء اللي تعاونوا مع الجيش والشرطة لما اجتمعوا على قلب رجل واحد. تعالوا نشوف جزء كده من كلمة سيادة الرئيس عن الحرب على الإرهاب ودور الدولة في القضاء عليها ونرجع تاني. أنا عايز أقول لكم على حاجة، وأنتوا وإحنا هي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت؟ طب ما لغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي. آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات ولا الشهر اللي فات، لما اتقال إن قناة السويس وكلام يعني أنا عارف إن المصريين منتبهين لده مش هيصدقوا، لكن اتقال كده، اتقال ان احنا بنفكر نبيع قناة السويس وفي عرض مش عارفين في، حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده. انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه؟ تريليون دولار هنبيع القناة. بغض النظر عن الكلام دوت كأرقام وكده، أنا عايز أقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش أنتوا بس، كلنا مصر مستمرة وهتستمر، وبالتالي احنا محتاجين دايما مش هقول وعينا يبقى موجود، لأن الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بيها مصر بقالها أكتر من سنة دلوقتي. لطيف جدا الكلام من القلب الحقيقة، والنهاردة كمان سيادة الرئيس قال رسائل مهمة جدا يا مها. فعلا قال رسائل مهمة جدا جدا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو في كلامه عن قناة السويس والشائعات اللي كانت منتشرة عن بيعها، الرئيس نفى أي شائعات وقال سيادته اتقال إننا بنفكر نبيع قناة السويس وفي عرض لبيعها. تعالي نشوف كده يا مها برضو جزء من كلمة سيادة الرئيس عن قناة السويس والإشاعات دي ونرجع تاني. أنا عايز أقول لكم على حاجة، وأنتوا وإحنا هي الحرب بتاعت الإرهاب خلصت؟ لغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والأكاذيب والافتراءات غير طبيعي. آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الأسابيع الثلاثة اللي فات ولا الشهر اللي فات، لما اتقال إن قناة السويس وكلام يعني أنا عارف إن المصريين منتبهين لده. اتقال كده، اتقال ان احنا بنفكر نبيع قناة السويس وفي عرض مش عارفين في، حتى عملوا لي جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده. انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار هنبيع القناة. انا عايز اقول هتفضل العملية عملية محاولة عرقلتكم، مش انتوا بس، كلنا مصر مستمرة هتستمر، وبالتالي احنا محتاجين دايما مش هقول وعينا يبقى موجود، لان الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبه والاسعار الغاليه اللي بتمر بيها مصر بقالها اكتر من سنه دلوقتي.
إذا كان اللي بيطلق الشائعات مغرض وما بيحبش مصر وكاره لمصر ونجاحها، اللي بيسمع عنده انتماء وعنده حب البلد ومش هيسمح أبدا بالإشاعات دي وعاقل جدا. من رسائل سيادة الرئيس كمان عبد الفتاح السيسي النهاردة أنه وجه رسائل طمأنة لأصحاب الشركات اللي بتشتغل في سيناء وخاصة في مشروعات التنمية، وقال سيادته لأصحاب الشركات في الفترة المقبلة هنتحرك بخطة كبيرة جدا ونحتاج جهود الشركات دي ومعدلات عمل وتنفيذ بيشعر أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية دي بتعمل بهمة وبصدق. تعالوا نشوف جزء من تعليق سيادة الرئيس ونرجع تاني. أنا اللي بشكركم على أن أنتم كنتوا بتشتغلوا فعلا في ظروف صعبة، ويمكن إحنا لو قلنا لبعضكم يعني اتكلم على الحوادث والإعاقات اللي تمت أثناء شغلكم في السنين اللي فاتت هنسمع كلام كتير قوي. اللي اتخطف قريبه، واللي اتخطف ابنه، واللي اتحرقت له معدات، واللي حذر من أنه هو ما يكملش. وعشان كده الحقيقة الفكرة هنا أن إحنا النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما انتوا بتقولوا كده ان الارهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة، مش التنمية بس، الحياة، حياة الناس، لان ما فيش امان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة. يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في امان، الناس ما تبقاش عايشة. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطة، وبفضل أيضا أبناء سيناء. لما اجتمعت القلوب، قلوب الناس، كل الناس على قلب رجل واحد، اتحلت المسألة. طبعا خلونا نتكلم كمان عن جهود الدولة في تنمية سيناء. من أول يوم كان في رؤية متكاملة ومتعددة في كل مجال، وإن الدولة والقيادة السياسية كانت بتعمل على خطين متوازين للقضاء على الإرهاب مع بدء عملية التنمية الحقيقية اللي ما شفتهاش سيناء قبل كده من سنين طويلة. وحصل في سيناء إعجاز، يعني الحقيقة ممكن نقول معجزة حقيقية. ده بالأرقام، فمثلا وصل حجم الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في مشروعات التنمية في سيناء حوالي 610 مليارات جنيه مصري، وهو ما أنفق في على أرض الواقع ويتم إنفاقه على التنمية المتكاملة لسيناء. جهود الحقيقة تمت كانت من خلال تحسين البنية التحتية يامها وتنفيذ مشروعات كتيرة جدا للتنمية. ده حقيقي، مش بس البنية التحتية، تنفيذ عديد من المشروعات كمان العمرانية والخدمية والاستثمارية الغير مسبوقة والعملاقة في كل المجالات. كمان كان في حرص شديد على ان سيناء تكون امتداد طبيعي لوادي النيل من خلال ربطها بمدن امتداد القناه والدلتا. كان في كمان تقرير يامها لمجلس الوزراء بيرصد حجم الانجاز، ومنها مثلا وجود استثمارات ومقومات صناعيه وزراعيه ضخمه جدا بسيناء. مدن القناه تم تنفيذها باكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وكمان تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215 مليون جنيه لخدمة أكتر من 8800 شركة يا مها. ده حقيقي. في كمان حاجة مهمة جدا لازم نسلط الضوء على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمان مصانع الرخام والجرانيت في راس صدر. ومن أهم جهود التنمية اللي تمت إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، واللي بيعتبر أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط. كمان السياحة كانت مهمة جدا في جهود التنمية من خلال متحف شرم الشيخ الرائع، وإعادة افتتاح المتحف ده بآثار الإسماعيلية في أغسطس 2015. وفي مجال الرعاية الصحية كمان أيضا تم تنفيذ العديد من المستشفيات اللي بيصل عددها لما يقرب من 50 مستشفى. تعالوا نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس عن التنمية في سيناء ونرجع تاني. سيناء مساحتها 60,000 كيلو. احنا في مصر تقريبا عايشين تقريبا يعني على 60,000 كيلو برضو، مش كده تقريبا. وده مهم قوي ان انتوا يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري او من اهالينا في سيناء يسمع ده. احنا مصر كلها كسكان متجمعين على 60,000 كيلو متر تقريبا، يعني نحاول نزودها ونخليها يعني 12% ولا حاجه، وده خطتنا في المدن الجديده. لكن عايز اقول سيناء لوحدها 60,000. وعشان كده، عشان بس يعني زي ما اتقال على مدى السنين ما اتعملش تنميه كبيره فيها،
لان كان حجم التكلفه على عشان تعمل بنيه اساسيه في 60,000 كيلو، عايز تعمل شبكه طرق، عايز تعمل محطات كهرباء، عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي واتعرض عليكم، عشان يتعمل على مسطح 60,000 كيلو او على في التجمعات اللي موجوده فيها تكلفته عاليه جدا، وده اللي اعاق التنميه خلال الفتره اللي فاتت. واحنا بنقول الكلام ده عشان يعني نشكل للناس اللي بتسمعنا فهم ووعي. مبروك علينا ومبروك على أهل سينا. الأمن والأمان اللي حاصل في سينا دلوقتي هو يعني بالدنيا وما فيها الحياة، مها ولادنا اللي استشهدوا من الجيش والشرطة كانوا بيضحوا بدمهم عشان اليوم ده فعلا. عشان أهل سينا يحسوا بالأمان ومصر كلها فعلا. احنا قبل كده ما كانش فيه الموضوع ده خالص، وكنا على طول بنسمع عن مشاكل والناس خايفة، والناس خايفة جدا في الشارع. دلوقتي بقى فيه الأسواق اتفتحت، المحاكم رجعت، الكافيهات، المدارس، بقى في شواطئ مفتوحة، الحركة السياحية بقت أنشط طبعا بكتير. كل ده لولا طبعا الجهود اللي الدولة أنا شفت بذلتها. أنا شفت وإحنا بنعمل تقارير عن البر والتقوى، بتنزل هناك وبتعمل مشروعات وبتزرع وبتعمل خير. الولاد اللي تيتموا كمان من هم صغيرين عمرهم ما فرحوا، صحيح. عمرهم ما شافوا فرحة داخل عليهم. فالحقيقة أنا مذهولة من العين السخنة لراس صدري لسينا لكل حدود مصر. في شغل يا جماعة احنا مش شايفينه، مهم قوي ان احنا نشوف الافلام التسجيليه اللي بتحصل دي على ارض الواقع عشان نحس، لان اللي ما سافرش ما شافش الطرق، ما شافش المشروعات دي على ارض الواقع والمصانع دي، لا حاجه مذهله ازاي الناس دي بتشتغل وبتشتغل في كل المحافظات بالشكل ده. لا والارقام كمان يعني لما بنقول ان في 610 مليار بينفقوا او بيتم انفاقهم، ولسه كمان ده عشان يبقى في مستشفيات، يبقى في حياه طبيعيه موجوده هناك. الشركات كمان زي ما منى قالت قبل كده لاصحاب الشركات عشان يشجعوا على الاستثمارات، ده حاجات كلها ما شفناهاش. البنيه التحتيه، صحيح، كل دي اشياء مهمه جدا جدا ان يبقى في حياه متكامله امنه في سيناء. اخيرا رحم الله طبعا شهداء الوطن من الجيش والشرطه واهالي سينا اللي كمان اتعاونوا مع الجيش والشرطه، واللي اولادهم كمان ما شوفوش الفرحه. خلينا نشوف مع بعض.
الله على صوت الرائع مدحت صالح، يعني رائع والكلمات رائعة، ودول أهالي نفسينا من غيرهم ما نسويش. يا ربنا يديم الفرحة علينا يا رب، من زمان ما فرحوش والله، يعني مجهود كبير معمول عشان إدخال السرور على الناس دي وطمأنة العالم، لأنه دي حدود مصر ودي أمن مصر. ايه رايك يا مها؟ انبسطتي؟ الاغنيه جميله رائعه، والمشاهد اللي شفناها الحقيقه عاملينها فريق الاعداد نشكرهم عليها، رائعه المباني والتنميه والاهالي فرحانين، حاجه رائعه جميل بصراحة. وكلام جميل بتاع الاغنيه، سينا مش هنسيبها لو حتى نموت، يعني ان شاء الله يعني يكون في خير دايما. ومن الخير كمان كلها ايام قليله قوي ان شاء الله، ويهل علينا شهر رمضان. وزاره الاوقاف بتستعد بكل قوه لاستقبال شهر الخير. شيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ ونقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم قال انه هتم تعيين عدد كبير جدا من القراء في مصر لصلاة التراويح اللي اتحرمنا منها سنين بسبب كورونا وبسبب الأمراض. الحقيقة شهر رمضان هيكون كمان سواء في مسجد الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أو السيدة نفيسة نفيسة العلم وغيرها رضي الله عنها وأرضاها من المساجد الكبيرة، وده قرار عظيم جدا عشان معروف ان احنا في شهر رمضان بنحب كلنا، مين ما بيحبش يسمع القرآن الكريم ويبقى فيه سكينة وفيه هدوء. شيخ عموم المقارئ المصرية قال كمان يا مها ان المشايخ هيكونوا مشايخ إذاعة القرآن الكريم. ده حقيقي، وقال ان يجمعهم على دراية كاملة بأحكام التجويد والترتيل. وزير الأوقاف كمان قال إن المساجد في جميع محافظات الجمهورية هتشهد إقامة كل الشعائر الخاصة بالشهر الفضيل من اعتكاف وصلاة تراويح وصلاة تهجد، طبعا زي ما منى قالت اللي اتحرمنا منها 3 سنين، إضافة إلى عقد ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة في مصر. أنا عايزة أتوقف عندي بقى كمان، يعني فكرة إنه يبقى في ملتقى فكري وواعظات بيتكلموا مع الستات، إحنا في أشد الحاجة يا جماعة لستات بتدي استشارة حلوة أو ندوات حلوة تحت إشراف يعني الأزهر الشريف منارة العلم في مصر، وإنه نرجع بقى لأخلاقنا الجميلة اللي الحمد لله المتحدة دلوقتي بتحاول تنشرها في كل مكان، بتحط شعارات جميلة. صحيح. إحنا محتاجين ده، يعني ما بنسمع عن ولد أو بنت لسه صغيرين متجوزين وطلاق مبكر، ده لأن ما فيش ضوابط، يعني ما فهموش يعني إيه جواز. صحيح. ففكرة إن يبقى في ندوات دي للستات كمان مهمة جدا، عجباني قوي، مهمة جدا، وفعلا ربنا ما يحرمنا أبدا من ده. ومهمة قوي، وفعلا زي ما قلنا إن ملتقى الفكر الإسلامي للواعظات لأول مرة، دي فعلا حاجة أول مرة هتشهدها مصر، ومهمة قوي لأن هنلاقي أفتكر ستات كتير وأمهات كتير مهتمة، وبنات. صحيح. عايزه تعرف وعايزه تتعلم. انا مبسوطه قوي كمان ان في تراويح، فاكره يا مها ما كنا بننزل في مصطفى محمود نصلي تراويح مع بعض؟ ايوه. فتاخد اذن من احمد يقول لها بصي مدام مع الحاجه منى دي كاجوال قوي لذيذه كده مفيش تشدد، انزلي يا مها. اجمل حاجه صلاه التراويح دي. فطبعا سياده وزير الاوقاف كمان قال ان الوزاره هتبذل قصارى جهدها في خدمه ضيوف الرحمن ببيوته خلال شهر رمضان، وانها هتعمل باقصى جهدها لاستقبال الشهر الكريم. طبعا شهر استناره دينيه وفكريه غير مسبوقه، وانا سعيده جدا جدا بده، وفكره الندوات النسائيه والوعظات لاول مره. طيب في جهود كمان الحقيقه، طيب هنعدي الخبر ده. طيب في موضوع تاني مهم حابين نسلط الضوء عليه الحقيقه، واحنا اتكلمنا عليه كتير، وفي حملات كتيره جدا ضد التنمر على الاولاد او على اي حد في مختلف يعني الاماكن. في واقعه طبعا وكلنا سمعنا عنها حصلت في واحده من المدارس للاسف، مش هنقول اسمها، لكن في بنت في المرحله الاعداديه اتوفت، وبنعزي اهلها طبعا ربنا يربط على قلبهم، اتوفت بسبب التنمر عليها، وده بعد ما سمعت كلام كتير عن شكلها وقد ايه هي وحشه. سمعت ده من اصحابها اللي هم المفروض يكونوا سند، يكونوا اصحاب كويسين في المدرسه. بعدها البنت حالتها اتأزمت نفسيا يا مها بشكل كبير، واستمر اصحابها في التنمر عليها لحد ما جالها هبوط في الدوره الدمويه توفاها الله. يعني القصه يعني الحقيقه يعني ده القصه اللي والدها قالها يا مها، شيء صعب جدا ان بنتك يعني تروح المدرسه ويتنمر عليها وتتعب نفسيا، واحنا
فين كنا، فين لما كنا المفروض نتكلم ونفضفض ونقرب من ولادنا؟ للاسف هنا في كتير جدا ما بيوعوش اولادهم على موضوع التنمر ده، يعني المتنمر نفسه، المتنمر يعني طبعا المتنمر، يعني انا بلمسه كتير جدا في المدرسه، حتى يعني في مدارس كتير ناس صحابي واولادهم وانا شخصيا كمان حصل، يعني حصل مع اولادي برضو حصل لهم تنمر كتير، وقد ايه بيأثر عليهم. ودايما بوعي بنتي وابني على الموضوع ده، لان موضوع هو مش موضوع عادي او موضوع بيعدي كده مرور الكرام، ده موضوع اثره النفسي سيء جدا جدا، ممكن يوصل فعلا زي ما شفنا ان البنت توفاها الله، وفي ناس بتنتحر، في اطفال بينتحروا من التنمر. بصي احنا عيب برضو المتنمر واسرته لما نشوف ولادنا بينتقدوا حد، ده قصير واصل ده كده واصل ده طويل واصل ده تخين دي وحشه، مين اللي وحشه؟ مين اللي خلقها؟ مين اللي نفخ فيها الروح اصلا؟ احنا ما ينفعش ننتقد نفسنا في الشكل، احنا مالناش دعوه بيه، مالناش دخل فيه. الواحده ربنا رزقها جمال، ده من عند ربنا، جمالها متواضع، كل واحد وليه جماله وكل فوله وليها كيال. ما ينفعش نربي ولادنا على انه عادي اننا ننتقد، ما شوف كده يعني يمسكها حط شطه في بقها. ما ينفعش ان احنا نسيب ولادنا يتنمروا على العالم، ودي مش اخلاقنا ولا طباعنا. فين اخلاقنا وفين الشهامه؟ فين الصداقه؟ فين الصداقة اللي بجد؟ لازم برضو الأهالي يشتغلوا على الحتة دي حقيقة، مش مدرسة هي اللي تربي، البيت بيربي مع والمدرسة بتعلم وبتربي، بس ما ينفعش نطلقهم كده لحد ما البنت يتوفاها الله رحمة الله عليها. ربنا يصبر أهلها رب ويربط على قلبهم يا رب، ونخلي بالنا من ولادنا. نطلع فاصل؟ طيب نقول عندنا كده ايه سريعا، في اسرار وتفاصيل رائعه هنسمعها لاول مره في استاذنا خوش الدبو عن نجمنا الراحل الكبير عمنا مدبولي من بنته امل، وده بعد ما اعلنت عن نشرها مذكراته وهتقول فيها ايه، وايه الاسرار اللي لسه هتديها لنا تبس لينا. الفقره الثانيه هيكون ايه معها؟ تاني فقراتنا عن معرض ديارنا اللي تم افتتاحه من يومين، هيكون معانا مجموعه من العارضين منهم منى منجود، ناهد ابو المجد، ميرال لاشين، ومعاهم شيرين عاصم مستشاره وزيره التضامن للمعارض والتسويق. ان شاء الله موفقين باذن الله في المعرض. واخر فقراتنا فقره كل يوم حد وجمعيه البر والطفوه، ضفنا فيها دكتور يسري عزام امام خطيب جامع عمرو بن العاص، ومعانا طبعا الشيف محمود حسن الختام. ان شاء الله اشوفكم بعد الفاصل. مدام انا اغنيك على جمالك وجمال جسمتك. انت راجل بتبيع بنطلونات للتلامسه في المدرسه؟ انا مش ببيعهم، انا قلعتها لهم. قلعتها لهم؟ طبعا، دي الوان يلبسوها الطلبه في دور العلم، احمر واصفر وازرق، دي قله ادب. خد عروستك بقى وطيران كده بقى على جزمان، وانت ان شاء الله اول ما هتروح على هناك هتبص تلاقيها بقى اتقلبت على طول امبراطوره، وانت على طول تبقى امبراطور. صح. قمر غزال يهبل. انا لا يمكن استحمل اكتر من كده. حصل خير يا حضره المدرسه؟ مش هيحصل خير ابدا طول ما ابنك هنا في المدرسه، والفصل ده لازم يتقفل فورا. اسمع يا ابني، انا نصحتك قبل كده وانت لجاني على نفسك، بس كنت هعيش لك اليومين دول مش هعيش لك بعد كده. اشتغلت وانا سني 15 سنه وما افتكرش خدت يوم اجازه غير ايام الجمعه والاعياد والعطلات الرسميه. متهيألي يوم ما بطل شغل يوم ما تبقى حياتي انتهت. تشكي مش هرحم عينيك، تبكي مش هسأل عليك. اخد بالك. ساعة شيطان وراح. شيطان لما يلهفك. طيب يا صبر طيب. انا إن والشمس البرتقاني عليها ليا شنة، والشمس البرتقاني عليها ليا شنة. العاية أرخص يا كريم. أرخص إزاي؟ إحنا لو خدنا ضربة شمس كلنا مش هيتكلف علاجنا أكتر من جنيه ونص. يعني الواحد يقف ربع جنيه،
لكن الشمسيه ب8 جنيه ودول اولادي وانا عارفهم اذا كانوا ياخدوا ضربه شمس ولا هم اللي يضربوا الشمس. غسلين بلوزة شريط بطيخ وخدتها وشلتها ومشيت في الجنازة. وانا ماشي في الجنازة بقى وابص الاقي كل اللي ماشيين في الجنازة يقولوا ايه كلنا لا. انا بقى قلت لهم ايه محدش واخد منها حاجة. ياكلوا شوكولاتة يندبوا ندغة او يتشدقوا بالبلمنطور. شكراً على التقرير الجميل. هو حاجة وجزء يعني من الفقرة المميزة الحقيقة اللي احنا هنتكلم عن فنان صاحب اسم كبير جداً ومحتاجين حلقات كاملة عشان نتكلم عن دوره الكبير في الفن المصري والعربي. فقرتنا على الأستاذ كبير عبد المنعم مدبولي الفنان متعدد المواهب زي ما شفنا في الكتابة والتأليف والإعداد والإخراج المسرحي والإذاعي والغنى كمان زي ما شفنا. ليه أغاني مميزة جداً عايشة في قلوبنا. ساحر الارتجال على خشبة المسرح، محدش ابدا قدر ينافسه في الارتجال ده وفضل متربع على عرش الكوميديا لحد ما رحل عن دنيانا. مش هطول عليك. وحوارنا النهارده عن مذكرات الفنان عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسه المدبوليزم اللي يعني قريب هتخرج للنور المذكرات دي ان شاء الله. ومعانا بنته الجميله الفاضله الاستاذه امل عبد المنعم مدبولي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي وبتشكري على المقدمه الحلوه. يعني شفتي حاجات ما شفتيهاش قبل كده تقريبا. شفت حاجات ما شفتهاش قبل كده فعلا. هي نفسها ما شفتهاش قبل كده. بنشكركم جدا على التقرير ده ومها مع حضرتك. بنرحب بحضرتك. وفي مفاجاه، موضوع المذكرات. عايزين حضرتك تقولي لنا احساسك ايه ان خلاص المذكرات دي قربت تطلع للنور. والله بصي، المذكرات طبعا بقالها كتير قوي يعني من قبل ما يتوفى هو نفسه. أيوه. انها كانت تطلع للنور بس لأسباب خارجة عن إرادتنا الحقيقة. هو كان معتمد على حد معين أنه يعمل لها زي إعداد. أيوة. والراجل ما عملش حاجة الحقيقة. هو كان في أجندات خاصة بيه. ولسه ما حدش كان هم سبع أجندات. وعلى فكرة هو أي أجندة تقابله يروح ماسكها ويكتب شوية وبعدين ممكن يكمل في أجندة تانية خالص. أيوة. يعني مش بيمسك الأجندة من أولها مش لأخيرها. مش على التوالي كده. لا لا خالص. يوم بيوم. لا مفيش أجندة خلصانة. معانا هي طبعا الأجندات بتاعته. أستاذة أمل، يعني إمتى تطلع للنور إن شاء الله؟ والله أنا جاهزة. أنا في انتظار. يعني كان كلام مع الأستاذ طارق الشناوي إنه يبتدي ياخدهم واحنا مستعدين طبعا نتعاون على قد ما نقدر لان هو ما كتبش لغايه اخر لحظه في حياته. هو كتب لغايه فتره معينه وبعدين تعب وما قدرش يكمل. حتى شفنا لقطه من ريا وسكينه، هو تعب في ريا وسكينه. بالظبط. ابتدى بقى يعني صحيا شويه. بالظبط. بالظبط. يعني الفتره دي بقى كلها مش مكتوبه في المذكرات. فاحنا مستعدين اننا نكمل، اننا نتعاون بالذكريات اللي بينه وبينه، اننا نكمل. وهو ده المهم يا مها، يعني فكره الحياه الشخصيه اكتر، الناس تعرف استاذ عبد المنعم مدبولي كان بيعمل ايه في حياته. ايوه. هل حضرتك المذكرات فيها اكتر عن حياته الشخصيه ولا عن اعماله او عن شغله؟ بصي، يعني حياته الشخصيه لغايه فتره لما اتخرج واتجوز. أيوة. الباقي كله اتجاهاته الفنية. أيوة. الأعمال اللي عملها، الناس اللي اتعامل معاهم، الفنانين الكبار اللي أثروا في حياته، الفنانين التانيين اللي اتعامل معاهم. زي مين؟ لا كتير، يعني من أول جورج أبيض وفاطمة رشدي لحد اللي عصروه بقى في الفترة اللي بعد كده، أستاذ محمد عوض، فؤاد المهندس، الهنيدي. صحيح. سيد بدير، سمير خفيجي، شادية. لا الحقيقة طبعا الصورة دي حضرتك فين؟ واحكي لنا بقى أسرة أستاذة منى مدبولي مين؟ أنا اللي جنب مامي عشان أنا البنت الوحيدة. دي مامي. ده أنا والله فاكرة حد من الأولاد ما شاء الله. يعني كان في فرق سن بينه وبين الوالدة صح؟ 10 سنين تقريبا. 10 سنين. وكان بيدرسها. مش كده؟ وحضرتك وصبيان يعني والولدين محمد وأحمد. محمد وأحمد. هو فعلا كان الوالد بيدرس والدة حضرتك؟ لا، ده هما متربيين سوا. ايه بقى؟ يعني هما كانوا جيران في بيت واحد. هي لما اتولدت شالها على ايده.
ما شاء الله بالظبط، لان هو يعني في فرق في السن 10 سنين. احكي لنا عن اثر والدته كمان في حياته، وهل ده هيبقى في المذكرات ولا لا؟ يعني هي كان ايه اللي بيميز عمنا مدبولي في تربيته واللي كان بيحاول يصنعه فيكوا طول الوقت؟ بصي طبعا هو عشان اتربي يتيم ومامته كانت صغيره وكانت بتعافر بتكافح، لان معاها 3 صبيان، اكبر واحد كان عنده 6 سنين وبابا كان وقتها عنده 6 شهور بس لما والده توفى. فهي طبعا لا هي كانت شايله حمل كبير قوي، وهو كتب في مذكراته قد ايه هي اثرت فيه، يعني حاسه قد ايه الست دي تعبت وشقيت عشان تطلعهم رجاله محترمين. يعني ايوه حضرتيها ايه صفاتها هذه السيده اللي ربت ايتام؟ يعني طبعا الله يرحمها، لا كانت جميله جدا، يعني انا حضرتها لغايه يعني هي توفت في السبعينات، فانا كنت خلاص كبرت يعني طيبه كانت. ايه اكتر حاجه بتميزها وبابا خدها منها وحاول يزرعها فيكم؟ مش عارفه هقولها لك بطريقه مختلفه، يعني انا شايفه ان انا شبهها. اوكي وحتى كتير جدا لما كان مثلا ابويا يشوفني بتعامل بطريقه معينه او عصبيه او 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 مع اولادي بالذات كان يقول لي انت عامله زي امي بالظبط. فواضح ان انا خدت منها حاجات انا مش اكيد مش قادره احدد ايه بالظبط يعني. طب استاذه امال لو سالتك عن المذكرات، ايه اكتر ما يميز المذكرات ده من وجهه نظرك؟ ايه اللي موجود؟ قولي لنا حاجه محدش عارفها عن الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي. بصي طبعا هو الجزء البدايات بتاعه حياته اللي هو كان مش فاهم يعني ايه يتم. طبعا دي واضحه قوي في المذكرات. وبعدين الحلو بعد كده كفاحه بقى، كفاحه لما ابتدى في فرق الهواه، وبعدين لما دخل مع اصحابه كونوا فرقه المسرح الحر، يعني المراحل اللي مر بيها في حياته ساعة قلبك وذكرياته ازاي اتعملت ساعة قلبك طبعا، ازاي دخل الاذاعه لا مليانه، بس هي مركزه في الاول على بداياته. أيوة. وتربيته، الحي اللي اتربى فيه، وبعد كده تركيزه في حي ايه استاذ؟ هو من باب الشعريه. يا سلام، حي اصيل يعني. ما هو هناك بقى كان في فنانين كتير موجودين في المنطقه دي. كان مين من اصحابه اتربى معاه في باب الشعريه؟ لا ما اعرفش مين من اصحابه، بس هو كان دايما يقول على فنانين كتير كانوا موجودين في الحي ده، منهم عبد الوهاب مثلا. طبعا صح. وتأصل عبد الوهاب تأصل على في باب الشعريه على المقارئ والحاجات دي. خلينا نرجع لفكره اليتم، واحنا عارفين ان هو كان شديد الطيبه جدا. يمكن فكره ان هو يتيم ما كانش بيحب يزعل حد خالص، ولا كان بيتعصب احيانا يعني مش على طول الخط كده؟ بصي طبعا هو كان حنين جدا، وفكره ان هو اتربى يتيم دي كانت مخلياه ما بيحبش يزعل حد. يروح حساس قوي. يعني ما بيستحملش يشوف طفل صغير بيعيط مثلا. لكن لو هتتكلمي بقى على العصبيه، لا هو كان عصبي جدا. امتى؟ ايه الاوقات اللي كانت عصبيه؟ لا لا كتير. انا يعني فاكره له مثلا موقف او حاجه فاكره له يعني موقف حتى لو الغدا اتاخر 3 دقايق ممكن تشوفي العصبيه. فاهمه ازاي؟ يعني لو حطت ورقه في مكان وحس ان حد مثلا جابها يمين شويه ولا شمال شويه، لازم تحط ايده ما تتحركش. بالظبط. اما اكون حطت حاجه هنا ما حدش مد ايده عليها. حتى لو كانت ورقه عبيطه يعني. فهو لا احنا كنا بنشوف العصبيه كتير، وخصوصا لما كان بيبقى متوتر عشان داخل على عمل جديد. عمل جديد. أيوة. مش عايز هدوء في البيت. خالص. احنا كنا بنمشي على ترتيب صوابعنا. ياه. طب عايزه اسال حضرتك حاجه. حضرتك في الاول بتقولي ان هو ووالده حضرتك اتربوا في نفس البيت، في نفس العماره، في نفس البيت. ليه بقى انا سامعه ان والدتك كانت بتقول عليكي ضرتها؟ عشان كنت متعلقه بيه زياده عن اللزوم. وكنت لازقه فيه على طول، وبخرج معاه اكتر ما بخرج معاها، واحكي له اسراري. يعني لو كنت مثلا بره في مشوار ولا حاجه وراجعه، كنت عادي اقول هاي ازيكم عاملين ايه، وبعدين اخش اقعد معاه هو. ماما تتفاجئ ان انت قايله له حاجات مش قايلها لها. طبعا. اسراري كده كان حنين وصديق ويسمعك. الله. ويسمعك. صوره معانا كمان.
دي فين بقى وكانت مناسبتها؟ دي قدام فكرة البيت. احنا عندنا في جنينه كبيره قوي قدام بيتنا في البيت. هو اللي زرعها بمعرفته يا حبيبي، وخلاص اسمها جنينه مدبولي او حديقه مدبولي طبعا. دول ولادي. ولادك انا بخليهم لك. لكن احمد ومحمد اخوات حضرتك، حضرتك الكبيره؟ انا كبيره. هل حد خد موهبه الكتابه، تاليف، الغنى؟ في مواهب عديده يعني بصراحه. يعني بصي، هو ما شجعناش قوي اننا ندخل في 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 في, في, في الوسط الفني. خالص. كلكم درستوا حاجات بعيده تماما. انا كنت بحب الكتابه وانا صغيره، هو كان عارف ان انا غاويه كتابه، كنت بغني كتير. انما لا، ولا يعني اولاد حضرتك. هو كان بيقول يا جماعه ما تفتكروش عشان انا مشهور معناه ان انتوا كمان هتبقوا الناس هتحبكم وهتبقوا مش يعني مش عشان انتوا ولاد فلان الفلاني حاجه يعني مش عشان انتوا ولاد فلان الفلاني بمعناه انكم هتنجحوا يعني. بالظبط. طب حضرتك معاكي حاجه من المذكرات، لو ممكن تقري لنا حاجه في الاجنده، في حاجات عامله عليها هايلايت او انا بس مش عايزه اقرا جزئيه فيها ماساه. انا عايزه اقرا حاجه خفيفه شويه. يلا يعني عايزه اقرا على يوم ما تعرف بجورج ابيض مثلا. طبعا استاذ رائد المسرح العربي. طبعا في البدايات خالص. بالظبط في البدايات يعني يمكن خالص. كان عنده 17 18 سنه. بالظبط. ده اول مره كان يقف على المسرح مع جورج ابيض ولا قبليها كان؟ لا، فاطمه رشدي قبلها. فاطمه رشدي بالظبط. انا قريت في السريع بس ما اعرفش ايه يعني، ممكن يمر عليا كلمه ما اعرفش اقراها كويس. زي ايه بقى؟ يعني هنا مثلا بيقول في اواخر 1940 جاءني الزميل ابراهيم خرشد بمنزلي واخبرني ان هناك فرقه تكونت من الهواة وسيخرج مسرحياتها الاستاذ الكبير جورج ابيض، وانا احد اعضائها، وهناك دور في المسرحيه رشحتك للقيام به، فهل لديك مانع؟ فقلت له لا مانع اطلاقا، انه لشرف كبير ان اعمل مع الاستاذ جورج ابيض، فلقد رايت بعض مسرحياته وقرات عنه في كتاب تيمور، وهو عملاق من عمالقه المسرح العربي، وسالته متى تبدا البروفات؟ رد انهم يقومون بالبروفات الان ولا ينقصهم سوى هذا الدور، وسيجرى اختبار لكل المرشحين للدور في يوم كذا الساعة كذا في منزل فلان بالظهر، وأعطاني نسخة من الدور لأحفظه قبل ذهابي ليوم الاختبار. تمام. وذهبت في الموعد المحدد فوجدت حوالي 13 مرشح للدور، وكانوا جميعا سنهم ما بين 30 و40. ثم حضر الأستاذ جورج أبيض فوقفنا جميعا لاستقباله. كان الأستاذ جورج أبيض رجل بسيط متواضع، فنظر إلينا جميعا وابتسم، ثم يعني كلفنا أن نبدأ. هو قابل خدوه بقى طبعا في وسط ال 13. يعني هو كان أصغرهم سنة، كان عنده 17 سنة، والدور بتاع راجل عجوز وهو الوحيد اللي اتقبل، كان لازم يعمل راجل عجوز. بالظبط بالظبط. ده جميل. طب هل يعني كان، انا عايزه اتكلم كمان عن فكره ان مدرسه المشاغبين، ما في ناس كتير ما كانتش تعرف هو كان في مدرسه المشاغبين وسابها. هو قعد يعرض مدرسه المشاغبين 3 سنين. ناس كتير ما تعرفش ده. طب ليه؟ مع ان عشان ما اتصورتش بيه، الناس ما تعرفش، ما اتصورتش بيه طبعا. طب وسابها ليه رغم النجاح الكبير اللي كان فيه؟ بصي، هي المسرحيه كانت الابطال اللي فيها كلهم شباب لسه في بداياتهم. ده الدور اللي عمله استاذ حسن مصطفى بعد كده. صح، بالظبط، اللي هو ناظر المدرسه. كان عادل امام، سعيد صالح، احمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، كلهم كانوا في بدايه حياتهم. صح. الفنيه. سهير البابلي. لا، بتكلم على الطلبه. الطلبه طبعا، وكانوا عايزين يثبتوا وجودهم. على فكره نيلي قامت بالدور برضو فتره من الفترات. فتره قبل سهير البابلي. سبحان الله، اتصورت بناس تانية خالص. كندم استاذ عبد المنعم؟ لا لا لا، شاف نجاح المسرحيه الكبير. لا 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 بس خالص. ما قلتيلناش بقى ايه اللي زعله. بصي، هو الطلبه دول لما ابتدوا يرتجلوا ويخرجوا بره النص، والناس اتبسط، ابتدوا يزودوا اليوم اللي وراه، يزودوا اليوم اللي وراه، لحد المسرحيه ما بقت
امتدت تقريبا ساعة ونص. قلق على المبادئ بقى والكلام ده، ومفيش مانع للارتجال، ومفيش مانع الخروج عن النص، بس مش للدرجة دي. يعني مسرحية بدل ما تقعد 3 ساعات تقعد 4 ونص. فأكتر من مرة يحذر ويقول يا جماعة أنا مش مبسوط، أنا مش عاجبني أنا، وبعدين في الآخر قرر أنه يسيبها. يعني الأستاذ انسحب من مدرسة المشاغبين علشان ارتجال أبطالها وخروجا عن النص كتير. أستاذ عادل إمام، هتلاقي بقى في النهاية المسرحية اللي بتتفرجي عليها ملهاش علاقة خالص بالنص المكتوب، بالنص الأساسي. هو قال ده في المذكرات كمان ذكره، ولا كان بيحكي لكم؟ لا لا، احنا حضرنا، انا فاكره حضرنا المواقف دي. هو ساعتها حصل طفره كمان في المجتمع، وازاي ولاد في المدرسه يا مها يقولوا كده ويهزروا مع الناظر كده، ويعني كانت حاجه ساعتها انقلاب كبير في المجتمع. فهو كان نظره، هم اساءوا للمدرس وللناظر في المسرحيه. طب عايزه اسال حضرتك برضو، حضرتك قلتي كنت قريبه ليه جدا، وفي اخين لحضرتك. ايه بقى سر القرابه اللي بينك وبينه؟ ليه كنتوا مرتبطين قوي ببعض؟ مش دايما بيقول لك البنت بنت ابوها، جنب ابوها، حبيبه ابوها، حاجه كده؟ ف ده اللي كان مخليني طب حضرتك برضه ذكرتي عصبيته الشديده، بتقولي لو اتاخر عن الاكل، اتاخر 3 دقائق كان يتعصب مني على طول. ايه اكتر موقف كان فاكراه انت اتعصب فيه جدا في احد اعماله مثلا؟ لا يعني هقول لك على حاجه عشان الناس برضو تعرف، هو لما كان بيتعصب او بيخرج عن الـ 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 الهدوء بتاعه كان بيبقى شكله عامل ازاي؟ عارفه في مسرحيه راي وسكينه؟ طبعا. اوكي طيب، اخر مشهد له اللي هو سهير البابلي بتضربه بالقلم. اتفرجي على المشهد ده وشوفي الانفعال، وشوفي عينه، وشوفي رقبته، وشوفي نبره صوته. ده ابويا لما بيتعصب. بعدين ما عندناش حاجه اسمها بتعصب شويه وتعصب كتير، بس ده في التمثيل. هو اتعصب عايزين نعرف اللقطه دي، اللقطه دي انفعاله فيها خلاص زي الطبيعي، زي الحقيقه. بس الحقيقه بقى كان فين؟ ما هي ما بتحاول تسالك، يعني مثلا كان في موقف صعب اتعصب فيه؟ لا كتير. في جواز حد منكم زعل من مشكله معينه؟ بصي انا مش قادره افتكر موقف معين، لان هو لا كان حما كان بيتدخل قوي لما جه العريس يتقدم مثلا لحضرتك؟ لا بالعكس، لا كان لطيف جدا وحنين جدا، ومالوش شروط ومالوش طلبات لا ما اعتقدش. بمناسبه الجواز، هو طبعا من اعز اصدقائه الفنان راحل فؤاد المهندس، كان صداقه كبيره بتجمعهم. هل هو كان سبب فعلا في جوازه او اتدخل في زواجه من شويكار وبرده ايضا دلال عبد العزيز وسمير غانم؟ بصي رحمه الله عليهم، هو في لقطه في مسرحيه حاله حب خلاص، لما كانت شويكار نايمه على السجاده، هو كان لاحظ انه في بينهم انجذاب او كيمياء. ففي اللقطه دي هو قال له انا هدخل مزيكا رومانسيه كده شويه. فقال له لا، مزيكة ايه؟ احنا بنتكلم على مسرح كوميدي، ازاي تدخل؟ قال له لا طب خلاص بلاش. استاذ فؤاد عايز يدخل مزيكا؟ لا بابا عايز يدخل مزيكا، لان هو المخرج، هو المسؤول عن كل حاجه. تمام يعني. فقال له لا، مزيكة ايه يا عبد المنعم؟ لا طبعا احنا بنتكلم في مسرحيه كوميدي، مزيكة ايه؟ لا طب خلاص بلاش. بس ساعه العرض دخل المزيكا، فاجئوا اللي هي في اللحظه بتاعت هم الاثنين بينزلوا على الارض على السجاده. قالت هي شكلها رومانسي جدا، تستاهل فعلا. ففي يوم منهم في اللحظه دي قال لها تتجوزيني يا بسكوته. هو بقى كان ليه دور في ده ولا لا؟ لا 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 لا، حكي شويكار ان هي فعلا الاستاذ فؤاد طلب موضوع المزيكا ده برضه عمل البروبوزل بتاعته كانت على اللي هما نايمين في اللحظه دي. ايوه طيب، كان هو مش سبب بس في جواز فؤاد المهندس وشويكار، بس كان سبب في جواز الراحل سمير غانم والراحله دلال عبد العزيز، صح؟ اعتقد لان انا فاكره كنت معاه مره في الكواليس في مسرحيه من مسرحيات سمير غانم، كنا قاعدين بيتكلموا عليها. وانا فاكره استاذ سمير غانم الله يرحمه كان بيقول يا عم انا مش بتاع جواز والله، وهي لسه صغنطوطه وحاجات كده يعني. وبابا كان يعرف والدها كويس قوي. فاعتقد انه كان له يد من المدبوليزم بقى والفارس والمسرح، و نروح بقى للمسلسلات وابناء العزاء. شكرا اللي يعني التراجيديا. عاشت معانا كلنا طفولتنا تراجيديا. هو بالنسبه للشخصيه دي كان في منها كتير؟ بصي الحنيه خلاص
لكن بس الفرق بين مدبولي على الواقع ومدبولي في المسرحيه او اسفه في ابناء الاعزاء، شكرا، مدبولي في ابناء الاعزاء او بابا عبده كان سلبي مع اولاده. ايوه فعلا كان سلبي مع اولاده، لكن لا هو في الحقيقه ما كانش سلبي. هو ده الفرق اللي بين شخصية هنا وشخصية هنا، الحقيقية والشخصية في الدراما. طب فاكرة بعدين ما كانش دمه خفيف في المسرح. فاكرة توت كنت بتغني توت وانت صغيرة ولا لا؟ وانا صغيرة لا، لاولادي كنت بشغلها لهم، مش بغنيها، كنت بشغلها لهم. افندم انا كنت بنايم ابني عليها، فاكرة توت 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 توت، عاملة لك مفاجأة انا. طب انت مطربة، انا مش هعرف اغني. توت 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 توت، قولوا معايا توت 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 توت، قطر صغنطوط توت توت بالليل بيفوت توت ويهل علينا توت 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 في ميعاد مظبوط توت 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 توت. اه يا نهي قليلة الحيلة، ما انتوش جايبينها البر الليلة، ابو سنجة طويلة توت توت عامله الليلة توت توت توت، ابو سنجة طويلة عامله الليلة، ابو سنجة طويلة عامله الليلة، والبيت العيلة راجع مبسوط توت توت. مفيش حد بيغني معايا خلاص. لا انا ما ينفعش المنافسة الحقيقة. جميلة، يعني كلنا عايشنا مع الأغاني الحلوة دي. ولادك بيحبوها جدا؟ عايشة معاهم جدا. وبعدين أنا حفيدي مش عايش في مصر، ما اتولدش في مصر. عنده لسه 6 سنين بس على طول ابني بيشغله الأغاني دي زي أنا والشمس البرتقاني وتوت وشاطئ العمر، عشان بس يعرف عربي، يعرف جد مين. وبابا عبده كل الحاجات الحلوة الحقيقة. طيب عايزه اعرف، كان في رسومات بايده في المذكرات، كانت ايه بقى؟ لا هي ملهاش دعوه بالمذكرات، هو اصلا خريج فنون تطبيقيه. خلاص، والرسم ده كان اساسي في حياته طبعا. فهو جات له فتره ولما كبر يعني انه نفسه اتفتحت للرسم تاني، فنزل بقى اشترى الالوان وابتدى يرسم وعمل معارض فعلا. كمان حقيقي دي صور وطبعا اللي رسمها، وعرفنا كمان غير المعارض ان هو كان بيعلم الوالده الرسم كمان بالظبط يعني. وهي صغيره كان بيديها دروس رسم، ابتدت عندها دروس رسم بقى وهي صغيره. جميل جدا طبعا، يعني رسومات رائعه. فقره في برنامجنا عن الفنان الكبير منى مدبولي، لكن خلينا نقول في ناس كتير ما تعرفش يوم الوفاة كان فين، وهو كان في تكريم تقريبا وتوفى في التكريم او بعديها. لا لا لا، هي صدفه انه كان في تكريم يوم الوفاة. هو توفى في مستشفى المقاولين، الاول للمسرح القومي اعتقد. هو كان تعبان قبليها بفتره. هو كان بقاله زي تقريبا اسبوعين في المستشفى. وكان ساعتها ريا وسكينه يعني. لا لا لا، بعد ريا وسكينه بعديها بسنين طويله. بس هو ريا وسكينه كانت في الثمانينات، لكن هو توفى 2006. لا هو كان بقاله تقريبا قبلها بكام شهر كانت حالته الصحيه ابتدت ما تبقاش مظبوطه، وهو توفى في المستشفى، كان في الانتنسيف كير. قبل الوفاه والعنايه يعني كان بيعمل ايه؟ ايه العمل اللي كان بيعمله وابتدى يتعب فيه تدريج؟ بصي، هو كان بيحضر بروفات لمسرحيه اعتقد تبع المسرح القومي. بس احنا كنا شايفين ان صحته ما تسمحش، فكنا كل يوم والتاني يكلم المخرج نقول له من فضلك بلاش، يعني مش عايزين يخرج من البيت. كان تعبان ما كانش حلو، ما كناش شايفينه. كان حتى التركيز كمان ابتدى يقل، بس برضه مصر انه يشتغل، مصر انه يشتغل. انا شفت في البرومو اللي عامله المونتاج بيقول متهيألي اليوم اللي بطل فيه شغل تبقى حياتي انتهت. لا يعني انا فاكره لما كمل الـ80 جه مره بيقول لي تصوري، واحد صحفي بيقول لي كل سنه طيب عندك 80 سنه هتبطل بقى؟ فقال لي عبيط ده ولا ايه؟ يروح لاخر وقت عشان بيحب شغله. ما يقعدش يقعد في البيت ازاي يعني؟ طب في اتفضلي. لا كنت هقول هو كان واضح قوي بيحب شغله وشغفه ده، كان دايما بيبقى في كل دور.
اخر، طيب لو قلت لحضرتك اخر نصايح كانت من والدك الفنان عبد الرحمن مدبولي ليكي او لاخواتك؟ لا اخر نصايح ما كانش فيه نصايح اخيره، لكن احنا على فترات حياتنا نصايح كلنا. عموما طبعا طبعا، يعني من الحاجات اللي افتكرها دايما، لو ما تخطيش خطوه قدام قبل ما تفكري فيها بسنه، لازم تبقي عامله حسابك من سنه ان انت هتخطي الخطوه دي. رحمة الله عليه. يعني الله يرحمه. يعني احنا في انتظار مذكرات يا استاذه امل ان شاء الله عن الفنان الكبير. ان شاء الله ان شاء الله. انا اتمنى انه يبقى في تواصل قريب مع الاستاذ طارق الشناوي، او اي حد لو هو مش جاهز يتواصل معايا نقدر نعمل حاجه. طبعا يعني اي يعني حد يتمنى يبقى ينشر مذكرات عبد الرحمن مدبولي، واكيد الناس طبعا واكيد ناس سمعانا وبتشوف البرنامج، واكيد هنشوف ان شاء الله كتاب كتير وصحفيين كتير يتمنوا ان اسمهم يتحط جنب مذكرات عبد الرحمن مدبولي، واحنا مستعدين نتعاون لان المذكرات مش كامله يعني. ان شاء الله هنشوفك المره الجايه وانت مكمله كل حاجه، ونبارك لك ونحتفي بيها ان شاء الله. شكرا لحضرتك استاذه امل عبد الرحمن مدبولي فنانة العظيم. وفاصل ونستكمل فقراتنا ان شاء الله. معرض ديانا السنه دي يهبل، انا ما قدرتش، انا بصراحه لبست على طول يعني. يعني حاجات مميزه جدا، في مشاركات واسعه، وكمان في مزيد من الدعم لارباب الحرف اليدويه والتراثيه. شايفين الاستوديو مبهر بصراحه، يعني انا مش عايزه ارغي كتير، عايزه ارحب بضيوفنا. استاذه شيرين عاصم استشاره وزاره التضامن الاجتماعي للمعارض والتسويق، اهلا بحضرتك منورانا، وبرده لابسه حاجه من صناعه مصريه من البنات الحلوين، والاكسسوارز كمان منورانا. استاذه موندا او منى منجوت بس بيقولوا لها موندا، طبعا شنط الجلد الجميله الرائعه اللي احنا شايفينها دلوقتي يعني مبهره وتنفع للتصدير، ويتجنن عليها بصراحه الناس بره مصر والسياحه، السياح اللي بيجوا لنا. عندي استاذه ميرال لاشين على يميني، اهلا بيكي، عامله طبعا اللبس الحلو ده اللي انا لبست منه، انت كمان اجمل ما شاء الله. استاذه ناهد ابو المجد والسجاد الرائع اللي احنا شايفينه صراحه، يعني ما نقدرش نلاقيه في اي حته في العالم غير بالهاند ميد بتاع مصر، حييكي منورانا. اهلا احنا بنرحب بيكم، وطبعا عايزين نقول للمشاهدين ان احنا حاطين الاستوديو بتاعنا كله اتقلب لديارنا زي ما انتم شايفين، يمكن حطينا الحاجه بسرعه ما لحقناش نعمل الديسبلاي المظبوط اللي ان انتم تشوفوا بيه، بس الحاجه رائعه، منتجات مصريه، ستات مصريه، حاجات كتير جدا وشكلها حلو قوي. كنا حابين يبقى معانا وقت اكتر شويه عشان نعرف نعرضها لكم بشكل يعني افضل شويه. انا نفسي اقوم اجري على خير وفيستيفال دلوقتي عشان نشتري كلنا. يلا تنورونا. طب كلمينا، اتفضلي. ما سوري يا مول، اتفضلي. استاذه شيرين عاصم برحب بيكي طبعا، مبسوطه انت معانا النهارده جدا، وعايزه اعرف ديارنا السنه دي ايه المختلف فيه؟ ديارنا السنه دي احنا مدخلين فيه عارضين كتير جداد. احنا المفروض عندنا اكتر من 400 عارض. المعرض ابتدى يوم 23 كان السوفت اوبننج بتاعه. أيوة. ولغايه يوم 11 مارس في كايرو فيستيفال سيتي من 10 الصبح ل 10 بالليل. الحقيقه كان في ناس زي ميرال مثلا من الناس الجداد اللي دخلناهم. حاولنا ندخل نكبر ناس لاني عايزه اكبر قاعده العارضين. المعرض مش مكان لتسويق المنتجات ان انا بيع بيع مباشر بس. أيوة. المعرض انا جواه بيحصل كونكشنز، ميرال ممكن تتعاون مع موندا في حاجة، ناهد تتعاون مع حد تاني، كل واحدة فينا ممكن نتعاون مع بعض بحيث نطلع منتج تاني، أخلق فانكشن جديد للمنتج. فالنتوركينج والكونكشنز اللي جوه المعرض هي دي أهم، لأن هي دي اللي بتساعد أنه تخلق لي كاستمر. فبالتالي طول ما أنا ببيع عندي sustainability في الانكم، استدامه في الدخل. استدامه. الاستدامه بتؤدي الى التمكين. الناس دي ما بتشتغلش لوحدها، كل واحده من اللي قاعدين دول وراها عدد من الرجال والسيدات، وبعض منهم عدد من السيدات فقط بيشتغلوا، كل واحده فيهم مشغله ستات في البيت. فاحنا بنساعدهم بحيث ان هم بعد وقت لما يبقوا واقفين على رجليهم يتحولوا من قطاع غير رسمي الى قطاع رسمي. وفي منهم طبعا في القطاع وده الرسمي. مهم جدا تشغيل الستات. وموندا بقى والشنط الحلوه دي، يعني طبعا منافسه عاليه قوي في السوق المصري، عارفين ان احنا مشهورين بالشنط الحلوه، بس انت عامله حاجه متميزه قوي، ازاي يعني بداتي امتى وبتعملي ايه؟
انا اصلا خريجه فنون جميله ديكور وحصلت لي مشكله مع شنطه قشرت، كنت حبيت الديزاين بتاعها جدا طبعا ماركات وحاجات كده فقلت خلاص انا هلعب واعمل لنفسي الشنطه اللي انا عاوزاها يعني. خدت ورك شوب وقعدت اشتغل على نفسي كتير كل ده بالايد طبعا. تحبي تكلمينا عن ايه من منتجاتك؟ ممكن اتكلم عن الاهرامات، هي اكتر حاجه شهرتني هي الكونسبت ورا المثلثات دي الاهرامات. ان كل حاجه كل واحده من دول بتقعد تتخيط بالايد، فمثلا شنطه زي البيضه دي بتتخيط بس في 10 ايام شبه الشنطه اللي انت لابساها عاملاها كروس كده. في منها بقى يعني دي بتنفع كده بتنفع ويست ممكن كلاتش، ممكن نشيل ده وتبقى كلاتش، في كلاتش بس كده. فهو عيله الاهرامات كبيره وشامله. حلو. وفي خط ازياء برضو اللي انت لابساه؟ لا خط لا الازياء ده بتاع زميلتي كيفوك، هي بتعرض معانا برضو في ديارنا بالظبط. بس كنا عاملين حاجه احنا الاثنين يعني، هي بترسم على ال هي عامله اهرامات كمان، هي بترسم ده أيوة على الحديده بجد معاها حاجه حلوه قوي ومتميزه قوي. ايرث كولر وشياكه واليجنت كل حاجه يعني، مستوى جميل ومشرف الحقيقه. طيب لو روحنا لميرال بقى، ميرال عامله شغل جامد وهتشجعي الناس بقى، رمضان داخل وعبايات رائعه. ابتديتي ازاي وازاي دخلتي في معرض ديارنا وشايفه الاقبال عامل ازاي؟ والله انا اصلا مهندسه، كنت بعيده خالص على فيلد الهاند ميد. من سنه بالظبط سبت شغلي، كنت بشتغل في شركه هندسه والفيلد بتاعي هندسه، بس انا طول عمري بحب الحاجات الهاند ميد، بحب الحاجات الفنيه اكتر يعني. دخلت من سنه بالظبط، دخلت معارض خاصه. كانت تجربتي مع المعارض الخاصه مختلفه خالص 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 طبعا عن معرض ديارنا. حبيت اعمل عبايه بس بستايل جديد اللي هو مش كلاسيك عبايه. شايفينها معانا اهو في المونيتور، شوفي كده اتفرجي معانا. حاجات بصراحة يعني درستي وعشان تعملي ده؟ درست باترون، وفي نفس الوقت الموضوع بيعتبر متعب بس في تظبيط الأذواق والألوان والأقمشة اللي شغالي معاكي ستات أكتر ولا رجالة؟ لا ستات الصناعية. أنا متعاطفة أكتر مع الستات وبحب أشغلهم وبحب يعني أستفيد وأفيدهم. إحنا بنشتغل كتيم وورك يعني، أنا هما مش بيشتغلوا تحتي، إحنا بنشتغل مع بعض. حلوة الروح الحلوة دي، بنفيد بعض كلنا. هما بيفيدوني وانا بفيدهم. المعرض قابلت ناس كتير قوي. كلميني عن البتاع الحلو اللي انا لابساه بس ومغربي كده وفيه هودي وبتاع. لا هو كمان احلى عليك يعني، انت منوره فيه والله. لا حلوه قوي قوي عليكي. حلوه قوي 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 انا عامله زي ما انت شايفه ستايل العبايه بتاعتي، مش عبايه اللي هي كلاسيك، عبايه تنفع تتلبس على جينز، تتلبس في رمضان، تتلبس في الساحل، يعني تلبسها بالظبط الصبح بالليل يعني الخامه كتان، فهي مش هتحررك. في نفس الوقت ممكن تتلبس في اي ستايل يعني. انا بوظفها هلبسها ريد كارت كمان. يا ريت والله. العبايه اللي لابساها ستايل مختلف عن ده، بس في الاخر بتودينا لنفس الحته اللي هو نيو ديزاين من العبايه ومصري قوي يعني. ايوه ولابسه حلق برده معاها، وظفت معاها حلق مصري قوي. ايوه مع زميلتي برضو اسمها البراند بتاعها اسمه عجبنا قوي بصراحه. ده عباره عن بصي فرعوني. فرعوني هاند ميد حلوه قوي يعني. لا شجعتونا ننزل. لا هو حلو قوي يعني بصراحه. البراند اوزي ده براند محترم. المعرض مستمر لحد امتى يا استاذه؟ يوم 11 مارس. 11 مارس حلو. استاذه ناهد بقى عايزين نروح نتوقف بقى هنا لنا وقفه، السجاجيد الرائعة المختلفة جدا جدا وتصاميم يعني مقاسات مختلفة. كلمينا بقى عن تصميمات ومعرض ديارنا برضو أضاف إيه للبراند بتاع حضرتك؟ هو التصميمات دي كلها انا اولا خريجه بكالوريوس تجاره يعني، بعيده خالص عن الفنون او بعيده عن الديزاين. تقريبا كلكم غيرتوا كارير. هو انا بحب الجلد لان احنا عندنا العيله كلها شغاله في الجلود كتجاره ودباغ. فكان بيعجبني استجاد الجلد، باجي اسال عليه بلاقي مقاسات، مفيش مقاسات، كان استيراد كله. ايوه وانت عامله كل الالوان الاسود والفضي والذهبي دي كلها اضافاتي بقى الجديده. لمساتي. يعني ما كانش دي لمساتي بقى الجديده المختلفه يعني، ما فيش حاجه اسمها سجاد بيتحط له ذهبي او فضي، دي ده انا
الحمد لله عرفت اوصل له يعني من 3 سنين ولقيت عليه اقبال جامد قوي يعني. لانه عايزه اقول لك ان احنا الحاجات دي معها كنا بنجيبها من بره مصر بالعافيه وغاليه جدا. ما هو بقول لحضرتك ده اللي خلاني انا اعمل المشروع لما الاقي سجاده بقى. جلد بتتباع بارقام بالوفات واستيراد صحيح. واحنا عندنا الجلد ومصر غنيه بالمنتجات الجلديه بالجلود. وانت عامله الكوشنز دي كمان؟ اه عامله الكوشنز وبعمل منها طبلوهات كمان تحفه. واللي جنبك برده كمان شكلهم ترندي قوي وجديد و يعني مودرن وتحفه وكل الالوان كل الالوان. وبعدين كمان احنا ميزه ان نبقى مصنع في سجاد جلد طبيعي في مصر. بتقدر بيقدر العميل ان هو يختار الديزاين اللي هو عايزه او يغير الوان المساحه اللي هو عايزها برده بنقدر نوفرها له. انا كمان بدي ضمان على السجاد بتاعي بالكواليتي بتاعته لان انا اهم حاجه عندي ان الكواليتي بتاع المنتج المصري ينافس المستورد. وبيتنظف الزناهد برضو بيتنظف في منتهى السهوله باي قماش باي قماشه او باي فوطه او بفرشه يعني تحط عادي. هو القصه كلها هي كلها الوان طبيعيه تمام. ممكن لو ما فيهاش الفضي او الذهب دي اضافات بيخش الغساله الاوتوماتيك يتغسل زيه زي فكره البطانيه بالظبط او اي سجاده. وبعدين نيه للتصدير هو احنا بنصدر اوريدي الحمد لله أوريدي. احنا من 2011 في الصناعه دي لكن الحمد لله في ديارنا يعني عندنا مساحه كبيره جدا ان احنا نختار حاجات لبيتنا باسعار كمان حلوه صح؟ الحقيقه الناس كلها عامله ديسكاونت من خلال المعرض علشان خاطر الناس احنا داخلين على رمضان وعيد الام وهدايا بالظبط فهم بيحاولوا يعني يعملوا رواج. أيوة. والحقيقه المعرض المره دي انا شفت حاجه مختلفه وفي ناهد ومنى كانوا مشتركين معانا قبل كده. انا من قبل ما نفتح المعرض الناس عماله تدخل تتفرج ودي كانت الحقيقه حاجه مختلفه السنه دي. بشكر تيم الوزاره تيم الشركاء اللي كانوا معانا كل واحد شغال في حته بحيث ان احنا ننجح المعرض. وفي الاخر اللي بيستفيد الناس اللي بتشتغل اللي تابعة للأسر المنتجة وبالتالي احنا بنحاول نكبره. طيب استاذة شيرين برضو عايزة اعرف منك حاجة في المفروض ان السنة دي انتوا اديتوا فرصة لاخواتنا السوريين او في عرب مشاركين في معرض ديارنا ودي اول مرة. لا الحقيقة اللي معنا في معرض ديارنا دي المفوضية السامية للاجئين. احنا قررنا معالي الوزيرة الحقيقة احنا وزارة خدمية معالي الوزيرة عايزة تو انتجريت او تدمج جميع الفئات المهمشه نحييها طبعا مع الوزيره الاسر المنتجه ذوي الهمم معانا. يعني امبارح انا اشتريت السبحه دي من ولد ذوي الهمم اسمه عمر. قعدوا لي انت اسمك ايه؟ قال اسمي عمر لازم تشتري مني وجبت له ناس تشتري منه وهروح له النهارده اقول له انا عايزه تاني. بنحييك يا عمر وبنبوسك يا حبيبي ما شاء الله. فالحقيقه دكتوره سهير برضو شغاله مع جروب كتير قوي كبير قوي منهم قاعدين عامله لهم ترابيزات قاعدين بيعملوا حاجات عملوا هديه لمعالي الوزيره. يعني احنا بنشجع كل الناس. عندنا بعض السيدات اللي هم ذوي التحديات اللي عندهم انواع من المرض الاعاقه حاولنا مش هقدر اقول اعاقه ممكن اقول مرض يعني بدون مسميات. هو منظمه الصحه العالميه بتحب يعني تسميها بالمسميات دي. انا اسفه طبعا لو حد يعني مثلا الناس اللي عندهم كانسر اكيد اكيد مؤسسه بهيه حاربات بقى ما شاء الله عليهم. عندنا ناس بيدخل معانا كان بيدخل معانا في وقت من الاوقات في جمعيه للغارمات داخله معانا قطاع السجون كان بيدخل معانا. احنا بنخدم كل الناس. طيب احنا هنطلع فاصل بس عايزين نتكلم عن الحلق الحلو والكوليه الحلو ده. لا ما ينفعش لازم نرجع تاني نشوف سيداتنا المصريات الجميلات رائدات في كل حاجه بعد الفاصل.
بيزيدوا معانا امارات ستات هايلين من معرض ديارنا. وكنت بسال استاذ شيرين عاصم مستشاره وزيره التضامن الاجتماعي عن النكلس الحلوه دي والحلق، يعني كلمينا بقى عنها. الحقيقه النكلس دي مش من مصر، دي من ايطاليا، بس اللي عاملها واحد مصري يا سلام اسمه محمد، وكان واقف في الشارع بيبيع الحاجات. احنا عايزين محمد يجي هنا وبيشتغل شغل، عشان كده انا لابساها مخصوص النهارده. الله بنحييه والله. طب حاجته مش موجوده في المعرض او ما جبتيش حاجته؟ هو عايش في ميلان بس بينزل اجازات، واخد الجنسيه ومعه برده باسبور مصري. بس اللي عجبني ان هو حرفي طبعا، بيعمل يعني محمد مش بره بس في ميلان هم اللي بيقدروا الحاجات دي، لا انت لازم تيجي، مش عايزين طيور مهاجره بقى وفنانين مهاجرين، عايزين نستفيد بالحاجات الحلوه دي. منى عايزه اروح لك، وكنا بنتكلم وقاعدين بندردش طبعا ما بطلناش رغي في الفاصل، انت بتدربي كمان سيدات في اسكندريه، احكي لي عن الموضوع ده. مظبوط. عندنا في اسكندريه مكان اسمه غيط العنب، الدوله خدته، ده كان مكان عشوائي الدوله خدته وهدت كل البيوت الصغيره والعشش والحاجات دي، وبنت لهم زي كومباوند هايل وعملت مركز هناك تدريب مهني. انا حسيت انه لازم والله برافو عليك، حاجه واعمل حاجه رائعه، فانا تطوعت هناك بساعد الناس ان هم يتعلموا الحرفه. فانا كل شهر مثلا بدرب 10 سيدات، بقدر اخد منهم الثلاثه مثلا اربعه اللي اقدر اضيفه للتيم ويبقى عندهم التالنت او استجابوا للحرفه، هم قابلين للتعلم هنا. والتيم بتاعي كله، انا معايا 27 ست كلهم من ستات بشاير الخير. ايه ده؟ حاجة انا بشكرهم كلهم، لان انا بياخد قد ايه وقت الدولة على فكرة تشجيع المهن جدا جدا التعليم. وقت التدريب بياخد قد ايه منك؟ تقريبا شهر. شهر بس يعني مكثف. كل مجموعة مرتين في الاسبوع بس، نقعد كل مرة بقى 4-5 ساعات، وفي النص لازم يرجعوا لي تاني يجوا يقولوا لي، وبيشتغلوا من البيت دايما، يعني حتى ال 27 ست بيشتغلوا وهم قاعدين في بيوتهم، بييجوا يسلموني الشغل يستلموه. يعني كل ده بيفرخ لينا حاجات ومصنعات، واسكندريه معروفه بالجلود الحلوه. استاذ شيرين كلمينا عن بس العبايه الجميله دي. العبايه دي برضو عندي بعض العارضات اللي طلعنا بالمنتج ده. العبايه دي نتيجه الميرج اللي حصل في معرض بيت العرب. المعالي الوزيره تبنته وكان مدعو فيه 15 دوله عربيه، ضيوف من مصر يعني ديوف بيعرف لا هم دول عربيه تبع وزاره الشؤون من الدول دي، فجم مصر وعرضوا عبايات. الاحتكاك مع العالم الخارجي ثقافات اخرى بيخلق لي منتج جديد. ايوه طبعا. يعني العريضه دي مرح هاند ميد ما كانتش بتستعمل الالوان دي، ابتدت تستعمل الالوان دي، ابتدينا نحط الوان مختلفه مع بعض. حلو قوي. لانه لقيت ان بعض الدول العربيه جايه وجايبه حاجات ستايل مختلف عني، والمعرض ده كان فيه ديفيلي ويعني حاز اعجاب الجميع في الافتتاح. ايوه. فبالتالي بنشجع انه يحصل كده مره ثانيه، بحيث اخلق احتكاك ما بين الشعوب وبعض ثقافيا، وفي نفس الوقت اطلع انتاج مختلف. ايوه جميل جميل. رائع. ميرال بقى عايزين نعرف، ميرال بقى احنا عايزين نعرف بقى يعني انت بتقولي كنت بشتغل شغل تاني خالص، انا اصلا مهندسه ميكانيكا انتاج. ايه اللي خلاكي رحتي للتصميم؟ يعني ميكانيكا بعيد جدا عن تصميم الملابس والازياء. والله وانا في الجامعه اصلا كنت بحب شغل الهاند ميد، هو تالنت ده اول حاجه. اشتغلت 10 سنين مهندسه، بس بعد كده لقيت نفسي وانا بشتغل مهندسه ستيل ماشيه في قصه الهاند ميد. بس ما كنتش عارفه اركز في الحاجتين، لاني كنت بشتغل احجار كريمه، بحب انا دايما الوان اظبطهم مع بعض، اخذت كورسز في الموضوع ده. بس لقيت نفسي خلاص انا عايزه اعمل حاجه اللي بحبها، سبيشالي اخر فتره الدوله بقت مهتميه بالحرف اليدويه. طبعا جدا زي ما حصل معمول بالظبط. يعني لقيت ان في اختلاف رهيب، يعني في تغير في الدوله بيحصل في الحرف اليدويه، بقى فيه تمام. مصر بتتكلم حرفي. بالظبط. في معارض تبع الدوله مدعمه، فيها تنظيم عالي. ازاي الدولة ساعدتك تحققي حلمك، وبتحلمي بإيه في الفترة اللي جاية ميرال برضه إن شاء الله؟ والله الدولة شجعتني طبعا بمعرض زي ديارنا، لأن المعرض ده بالنسبة لي أنا وأنا جاية أدخل فيه ما كنتش متوقعة خالص كده خالص.
انا كنت متخيل ان هو معرض كويس في كايرو فيستيفال، هيبقى سعره كويس يعني اوكي، مجموعه عوامل كويس. بعد ما دخلت المعرض وشفت التنظيم وشفت الماركتنج اللي معمول فيه وشفت والاهتمام الحب اللي موجود في المعرض، لا الحب، في حب في المعرض، الناس حتى العارضين مع بعض بيحبوا بعض، منظمين المعرض بيشجعوا، فلقيت قد ايه ان انا يعني مبسوطه. الجو العام مريح نفسيا، الناس المسؤوله عن المعرض ناس قد ايه سبورتيف لينا، فابتديت اتشجع اكتر يعني. أيوة حاسه ان انا ما كنتش متوقعه لهذا الحد يعني. طيب استاذه ناهد، حضرتك بتقولي موجوده انت بتصدروا من 2011 صح؟ لا، بدات المشروع من 2011. انا بداته ايام حظر التجوال والثورات والدنيا كانت ضلمه وانت كان عندك امل وماشيه في طلعه طاقه خالص ايجابيه حلوه تعملي. لا كان عندي احساس ان الدنيا مش هتفضل كده، وانا بحب المنتج المصري وشايفه ان المصريين يعرفوا او اي دوله ناجحه في التصنيع لا والدماغ كمان عندنا يعني هم افضل مننا في ايه؟ صح صحيح. لا واحنا عندنا كمان الجلود زي ما قلت اللي قفل عندنا بقى. موضوع التصنيع شويه، موضوع الاستيراد بتاع الصين اللي دخل من 10 سنين دوت وخلى الصناعه المصريه تموت، ما بقاش فيها حاجه حلو يعني، مش حاجات ما بتعيش على فكره، هي رخيصه في المنظر الصيني في السعر، لكن طبعا لما يعني الرئيس يعني بدا يضيق عمليه الاستيراد شويه برفع، كان خير لينا والله، كان خير لينا ان احنا قدرنا ان احنا فعلا ايه نبدا نفنن ونبدا نطلع يعني. بدانا الاول هو انا شغلي دوت من 10 سنين ما كانش الخواجه ساعات ناس كتيره بس بدات تغير ده ليه. أيوة يعني زي برضو ما الاستاذه هنا بتقولي انا بشوف الحاجات دي استيراد في شركات معينه طبعاً. شغلك احلى كمان انت بتشغلي ده بيخليكي يعني الصناعه كانت هتندثر يعني خلاص لو حد من العيله هو ده ابتكار يعني ده ما كانش صناعه ده ابتكار بس انا من الجلد نفسه يعني انا بعدت عن الشنط وبعدت عن الحزام وعن الشنطه مع ان انا والدي بتاع جلد بقى. لا انا بشجعها انها تعمل شنط بالشعر ده وبالحاجات دي تحفة. وقاعدين بنشتغل هنطلع بروتوتايبس قريب. عملت الفكره دي من 6 سنين مثلا، شنطتي حتى من كتر ما هي شيرين بتقولي اعملي حبيت ايه افتكرت لما روحت بيتي افتكرت وجبتها عشان تشوفيها. ايوه فلا كنت عايزه اعمل حاجه مختلفه. بس انت عامله حاجه مختلفه حاجه جدا. فعلا مختلفه ومميزه وبيعجبني الجلد اللي انا متربيه على الجلد، فعارفه ان الجلد دوت لما يتحط في السجاده يعني انا بقعد اقول والله زيك يا استاذه نهجه بحب ريحه الجلد يعني لما يعني بحب ريحه الجلد. الميزه كمان في السجاده الجلد ايه؟ ان انت تدلقي عليه اي حاجه تبقع في الانسجه هو ما يلزقش فيه اي بقع خالص. طب احكي لنا عن الصناعه نفسها يعني، انت طلعتي كوادر جديد، علمتي ستات طبعا قد ايه وعددهم قد ايه وكل شهر بيزيدوا ولا ايه؟ هو انا بدات في الفكره وبدات الاول ب4 وبدات اجيب الجلد واعمل افكار وديزاينز معينه واجربها الاول في البيت عندي، دي كانت اول سنه اجرب الحاجه في البيت عشان اعرف ايه الديفوهات كاستخدام. لا مذهله يعني اول ما ابتدوا يفرشوها. برافو عليكي. انا عايزه اخد حاجات كتير اشتريها. لا انا عندي حاجات احلى بس انا ما يعني الله. بس هو الحلو دايما بيتسحب ويتباع يعني كمان. طبعا احنا عايزين كده، عايزين حاجه انتاج على طول وتشغيل. لا احنا في المعارض مع ديارنا بقى لنا حوالي 4 سنين بننزل معاهم، فبالتالي في عملاء يعني من خلال المعارض بيجوا لنا تاني برضو وبنسالهم المنتج عامل معاكم ايه، طب محتاج صيانه، لان انا بدي ضمان على السجاد بتاعي وبدي بعمل صيانه لو في حاجه. ده روز جولد شويه مش جولد بس، هنا اسود في روز جولد في الجولد ده ورق اللي هو الورق الذهب اللي بيتحط على الخشب ده. طبعا بنعمل في البينتينج نفسه ده بنعمله بقى بطرق معينه ان هو يمسك على الجلد ويبقى يستحمل الاحتكاك ويستحمل المشي عليه يبقى حاجه هيفي ديوتي في الارض يعني. طب واحنا يا استاذه شيرين هنستنى من سنه لسنه ولا في معرض؟ لا على فكره احنا طول السنه بنعمل معارض يعني، لما بقول ان دي الدوره ال65 65 سنويا في السنة. ولكن خلال السنه بصي حضرتك ما نقدرش نعمل معارض بالحجم ده كل 3 شهور طبعا يعني ده مجهود جامد قوي مجهود كبير. ولكن احنا عاملين المعرض برضو 17 يوم بحيث ان انا يبقى عندي مجال عبال تسويقيا عبال ما الورد اوف ماوث تو سبريد انه الناس تعرف او الناس تقول لبعض. ولكن يعني بنعمل الوزاره بتعمل حاجات صغيره الى جانب ده، كان في معرض الاقصر، كان في معرض بيت العرب في يناير. الله. لا يعني احنا شغالين معرض بس يعني الموضوع حضرتك متخيله 400 هو يعتبر كل 3 شهور فعلا فرد في المعرض. طب عايز اسال حضرتك برضو العدد كبير جدا، بتلاقي بقى الاقبال على
ناس اكتر من ناس، ولا بتلاقي ان كله بياخد فرصته بجد وبيتشاف بجد؟ ده رزق بتاع عارض. يعني انا ممكن احط العارض في مكان يبقى مش مبسوط، بس هو ليه رزق هيجيله. ممكن يبقى عندي عارض بيعمل حاجه بالكروشيه، غرزه مختلفه والوان حلوه، بس انا مش محتاجاها شال ولا كوفيه، هي ممكن تعملها مونتو. صحيح. يعني وظيفه خلق وظيفه للمنتج. حضرتك you are an artist وعارفه حضرتك بتشتغلي في الحاجات ده، وعارفه يعني انه لا عارفه انا مؤمنه قوي بالموضوع ده. ممكن تبدعي. يعني انا عندي واحده بتعمل مكرميه مشغله 25 ست ومشغله ستات في القاهره عنها. اوكي عندي واحده بتشتغل مع الناس بتوع دمنهور صالي جراندي قوي كده وجديده على فكره، مش بس المكرميات اللي كنا بنشوفها، وده كتان خام وستات دهشور بتشتغل. الله. عندي حاجات من الوادي الجديد، عندي واحده بتعمل فخار، شفت منتج لفت نظري قوي في المعرض ده تبع اسوان، العرجون ونوى البلح والدوم والجريد. الجريد انا طبعا مش قادره اجيب كل المنتجات في استوديو حياتك، شايفه الدنيا مليانه. في كمان اللي بيعملوا الخط والخطوط العربيه، في موجود بالظبط ده الويلكم وحضرتك داخله. ولكن انا شفت عاملين نجف وابليك من الدوم ونوى البلح والجريد. الله. ده محتاج شويه تطوير على المنتج. لكن هو خلق الفكره واحنا نطور عليه، واعاده تدوير وحفاظ على البيئه وحاجات كتيره جدا. بالظبط. وفي هنا عندي منتجات من الوادي الجديد محطوطه، وفي ورا ده هنا نحات عندنا على الجريد دونت حاجات بالرمل. الرمل ده كله الالوان دي كلها طبيعيه، حاجات من الطبيعه. هو بيطلع على الجبل يلم الرمل الالوان تبقى حجيره كده ماسكه في بعض، يدقها ويقعد يشتغل بيها. الله. اكتشفت في المعرض ده بنوته جديده اول مره اشوفها اسمها ورده، عملت جاكيت عجبني ده دوبل فاس. يجنن. بيتلبس على فكره برضه حجاب حلو للمحجبات عشان تبقى حلو جدا. احنا دلوقتي انا عندي ناس عارضين بقى لهم سنين بيشتركوا معانا، كبروا وبقوا براندز. بنبتدي نديك ديبر ونطلع عارضين جداد، ناس طالعه بفكره جديده بحاجه جديده. ولما بيبقى المعرض ده بالنسبه لهم ملتقى، كلنا بنقابل بعض، وده مكان بنعمل فيه نتوركينج. طب المره الجايه فين ان شاء الله؟ يعني بعد احنا انيولي بنعمله، سنويا بنعمله في سي اف سي. اوكي. يعني طبعا فستيفل. مش قادره اعلن دلوقتي لان قصه الفانيو دي بتبقى لازم يعني اختيارات اسعار. عايزينكم تيجوا ناحيتنا شويه. بصراحه يعني احنا غيرانين من بتوع التجمع. احنا عايزين هنا جنبنا. والله السنه سنه 21 عملنا حاجه في التجمع. سياده الوزيره احنا مش في التجمع، ندعوكي في مول مصر. كان في حاجه معموله سنه 21 عملنا هنا في مول مصر. اكتوبر في مول مصر كان في 2021 فعلا عملنا في مول. طيب نتمنى بقى تفتكرونا شويه طبعا، ونتمنى التوفيق. طب اللي بيستهدفوا المعرض او انت مثلا شايفه يا استاذه شيرين الخطه الجايه ايه غير ان هو يكون الخطه ان كل معرض لما بيجي لي عارضين جداد التصدير مثلا ببتدي اعمل سيلكشن، اختار بفضل الف على العارضين طول ما انا في المعرض اشوف الدنيا ايه. بيقدر يصنع كميات، عشان انا اصدر لازم يبقى حد يقدر ينتج كميات طبعا، ولكن الحرفه بنقول عليها يونيك اوثنتيك برودكت. يونيك يعني فريد. هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي 100 200 بس مش هتطلع لي 10000 حته. ما تلاقيش في الحرف اليدويه ان انا اقدر اصدر كونتينر. ممكن اعمل برودكت ميكس جوه الكونتينر. استاذه ميرال المره دي مثلا هي كانت عامله استماره، وحد جاب الصور عشان نعمل برودكت سيلكشن، لان عندي كرايتيريا بختار بناء عليها. قلت لهم الحاجات دي حلوه رغم ان الصور ما كانتش بتوضح قوي، بس في حته في الفينش في الشكل تقدري تقولي هاتيها ونشتغل معاها ونحفر ونطلع ناس صغيرين وجداد نكبرهم. هو الفكره هو ده دور الوزاره، انك انت بتنتقي احلى حاجه للناس. هم كلهم حلوين وكلهم بحبهم وذوقك العالي، وبتختاري اكيد بيعدي عليكي الافات، لكن بتختاري للمعرض حاجات خاصه جدا. في ناس المفروض تبقى مصنفه اسر منتجه ليها معارض، يا اما مثلا دائمه او دوريه في اماكن معينه. وفي عندي حد هاي اند بيشغل الحرفي ده، ممكن يروح بقى للتصدير. يعني في عندي 10 شركات تقريبا موجودين في المعرض، دول كلاسيفايد، قاعده بوضب لهم حاجه نشتغل على ملف التصدير بتاعهم. طيب ممكن كلمة أخيرة من كل حد بقى، يعني بيحلم بإيه، نفسه في إيه الفترة الجاية؟ ميرال؟ أيوة أنا والله حلمي الفترة الجاية إن شاء الله أصدر، يعني إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
وعشان العملة تجينا بقى عملة. لا يعني نفسي أوصل بمنتج محترم أقدر أصدره برا، لأن أنا شايفة أن إحنا في مصر بنقدر نعمل حاجات كتير حلوة ومختلفة يعني. عارفة مصر بيتجننوا عليها. والله دي حقيقة فعلا. أستاذ ناهد، أنا الحمد لله يعني عديت نقطة التصدير دلوقتي. أنا في يعني في دول معينة أنا وكالة ليها بصدر لها الشغل بتاعي. أنا بقى أملي في إيه؟ إحنا المفروض لينا مدبغة يعني هنستلمها في الروبيكي. أملي إن أنا أوسع بقى مجال الجلد ده قوي وأدخل أصناف جديدة بقى في الملابس إن شاء الله. إن شاء الله. إيطاليا بعد كده. لا لا مفيش إيطاليا. إحنا سافرنا إيطاليا من خلال برضو معرض ديارنا على فكرة من قبل الكورونا، وحققنا نجاح. كانت أستاذة شيرين معانا وحققنا نجاح رهيب هناك. وأستاذة شيرين تقول لحضرتك في إيطاليا اللي بيعرفوا الجلد وفاهمين في الجلد طبعًا كانوا بينبهروا على سجاد الجلد عامل إزاي. يعني أستاذة شيرين كانت معانا وبرضو كان من خلال برضو معرض ديارنا. يعني مش سجاد بس، هي بيس أوف آرت. لا هي ناهد شاطرة وهي واقفة بتبيع. لو حد عايز سجادة أصغر ما اعرفش بتخلق له السجاده الاصغر وبتقص الجلد وهي واقفه. يعني هي الحقيقه في ديزاينز معينه انا بقدر يدوي افصلها. فبقول له ده عايز مشاية او عايز حاجه صغيره يدوي ده يتفصل على طول. حلو جدا. فبنقدر يعني نفهم وبين العميل لما بيفهم المنتج وبيفهم معمول ازاي والكواليتي بتاعته عامله ازاي بيقتنع بيه. ايوه جميل. طبعا استاذه منى بقى انا انت عامله اصلك حاله لوحدك صراحه. فيعني تستحق الاحترام والتقدير. فنفسك بقى في ايه والديزاينز يعني الرائعه بالاهرامات؟ عاوزه الناس بره مصر تعرف قد ايه احنا يعني بنشتغل حلو، عندنا فن وعندنا حرفه وعندنا خطه للموضوع ده حلوه. حتى خطه يعني او بنسبه كبيره. عاوزة أشجع بس كل الناس أنه أي حد مهما كان الشغل بتاعه حلو ولايق عليه يدور على حاجة هو فعلا حبيبها وقادر يدي فيها. أيوة. لأن هو ده اللي بيطلع فعلا برودكت حلو إن شاء الله. أستاذ شيرين وحلمك برضو اللي لسه متحققش. حلمي أنه إحنا نعمل براندنج لمصر في قطاع الحرف اليدوية علشان ابعت رساله للمشتري الدولي انه مصر is a sourcing destination. انت تقدر تيجي تختار منتجات من مصر انا اصدرها لك، ولكن ده محتاج تكاتف جميع الجهات. محتاج ان انا اشتغل مع على الايدنتيتي بتاعتنا وهويتنا المصريه. ونعرضها ازاي؟ انا كل معرض بعمله انا ببعت رساله. شكل المعرض وحضرتك داخله صحيح. اختيار العارضين في رسالة أنا ببعتها بقول مصر بتقدر تعمل ده. أيوة. وهدي مثال زي الكوب. احنا الكوب حضرتك لو تشوفي احنا كان عندنا ناس، احنا كان عندنا ديزاينر عامل كرسي بابايروس كله من ورق البابايروس. ورق البردي. الله الله الله. والفضة وحاجات كتير. الرسالة اللي أنا ببعتها للعالم مصر قادرة على إنها تقدم إضافة، وانا ممكن ابقى مدرجه محترم في سلاسل القيمه العالميه. نشكرك استاذه شيرين. شكرا لحضرتك موندا. شكرا مدام ناهد. شكرا ميرال. مرسي. شرفتونا وشرفتوا ستات مصر جدا قدام العالم. وفعلا مرسي. ان شاء الله تكون يعني وجهه جميله للمصريين في العالم باذن الله. وبعد الفاصل نستكمل فقرات. حضراتكم من جديد وختامه مسك مع شيف محمود سعد اللي عامل فول حيراتي النهارده بشكل جديد يجنن. عامله سلطه. بسلم عليكي طبعا. عامله سلطه. عامله سلطه الدكتوره منى. الدكتوره منى الجميله بسلم عليها. منى عبد الغني كانت بتغني لنا حاجه تحفه دلوقتي. يعني سلم على مها. ازيك يا مها؟ عامله ايه؟ عامل ايه يا شيف؟ انا بسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الستات ما عرفوش يكذبوا. فقره المطبخ في فن في المطبخ النهارده. في الفواصل ان في عندك مذيعه بتغني. شفت بقى؟ والله العظيم يا جماعه لا ده اوبشن رهيب. اديتنا حته كروان كده مش عارف. اوبشن عظيم. مش عارف اقول لها تقول لي هي فيلم كان الباشا هي الحته اللي انت قلتيها نهايه الفيلم كانت ايه؟ الحته اللي انت غنيتيها كانت ايه؟ اللي هي نور البتارين انطفى والزحمه صوتها اختفى قربت مني يا مدينتي
وقعدت من تاني حبيبتي وذبنا في رحلة سفر. الله لحظة الله 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 لحظة سفر أنا فاكرة حافظة لحظة هي لحظة سفر الكواليس طبعا ياسر عبد الرحمن بنحييه طبعا عبد الرحمن وأحمد زكي الله يرحمه مزيكته وطارق العريان أنا بس عايز أقول إن الكواليس يا جماعة والله العظيم ممتعة جدا وحلوة هو كله فن في فن النهاردة حتى الطبخ إحنا جايبين شوية فول حراتي أول شفت المهندس طارق لما عمل لي إيكو في صوتي وبتاع من غير مايك ولا من غير ما نطلب لا مركز شكرا شكرا طيب احنا كل اللي هنعمله النهارده هنعمل جايبين شويه اجنحه فراخ عاملينها بصوص البافلو كذا حد طلبها مني وقالوا لي مش عايزين نشتريها من بره تاني فانا قلت لهم خلاص هقعد ان انا هعملها لكم النهارده ولقيت عربيه فول حراتي فجبت شويه فول حراتي هنعملهم سلطه انا بعمل سلطه حلوه قوي بالفول الحراتي اسمها طلعت بتحب الفول الحراتي طب خدي ده انا كده كده عندي انا جايب ده سلطه ما عندناش فكره عن لا ده انا كلام برضو. يلا كمل لنا بقى مقاديرك طيب هنقول مقادير اجنحه الفراخ احنا بنحتاج نص كيلو مثلا لاجنحه الفراخ ومحتاجين معاها معلقه دقيق ومعلقه نشا ومعلقه بيكنج باودر صغيره ورشه بابريكا وملح وفلفل ومعلقتين من الزبده ونص كوبايه من الكاتشب مع معلقه سكر صغيره وفصين ثوم وشويه هوت صوص وشويه من عصير الليمون احييك على الفكره ان اولادنا بيحبوا الوينجز دي جدا طبعا مش انا يعني ليه بقى ليه انا بقول انا كمان بحييكي ليه بقول اجنحه الفراخ اهي وبنديها رشه صغيره جدا جدا اهي التعفيره صغيره جدا من النشا او الدقيق مع رشه صغيره جدا 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 من البيكنج باودر ورشه ملح ورشه البيكنج باودر دي على فكره بتخلي مسام الانسجه بتاعت بعد ما نديها تقليبة ودعكة حلوة بتخليها ان هي تعلى شوية كده ما تبقاش مكتومة لا احنا نسويها في الفرن فاحنا بنحط كمان رشة ملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة بابريكا وندعك الكلام ده دعكة حلوة كده بس اهم حاجة ندي شوية الملح الحلوين وناخد الكلام ده بعد اذنك هاخد الصينية دي بصوا بقى بترصوا قطع الأجنحة الجميلة بتاعة الفراخ لأن دي ليها عشقها و البابريكا هتديها لون تحفة هي كلها على بعضها تركيبة جميلة قوي دي بندخلها الفرن بعد ما بندخلها الفرن بيطلع معانا شكلها وانت بتحطها قول لنا حطيت ايه تاني يعني شوية ملح لمسة نشا وفلفل ورشة من البابريكا وسنة صغيرة جدا من البيكنج باودر مع النشا وبندعكها كويس جدا دي بتخلي مفيش اي حاجة احنا حطيناها في الفرن ونطلع الاجنحة بتاعتنا وندخل دي هنا ونيجي بقى نعملها ازاي تحبي الوينجز مع البافولو تحبيها جدا بتعملوا ايه بقى؟ عامله دايت اليومين دول عامله دايت حلو انت خاصه انا خاصه انا تخنانه جدا مرعش انا تخنانه جدا شفت حد بيقول عنها كارثه بصي بقى يا مها هخس بتعملي ايه؟ بصي بقى عشان تعملي صوص بافلو حلو بتاخدي مكعب زبده في طاسه سخنه وتروحي على انت بتدور على الحاجات اللي بيحبوها قوي الناس بالذات الولاد ايوه الزبده هو بياكلوه بره بس بقى نظيف وحلو ومعمول في البيت وفص توم خلاص الثوم مش هنديله لون أيوة. مجرد ان هو ريحته تطلع بس كده تحطوا الكاتشب على طول كوبايه كاتشب علمنا الكاتشب بتتعمل ازاي محمود مره اعمله لك مخصوص يا ريت سهله قوي بمقادير مظبوطه 100% مش عايزين نشتري حاجه من بره ماشي يبقى فص الثوم اتحط مع مكعب الزبده معلقتين من الهوت صوص معلقتين من عصير الليمون معلقتين من السكر وتقلبه تقليبه حلوه مع لمسه كمان من البابريكا ورشه فلفل ورشه ملح صغيره والخليط ده بيتقلب كويس جدا جدا لحد ما ريحته الحلوه تبدا تطلع والسر فيه هو الثوم والليمون والسكر ولمسه السكر الصغيره بعدين ناخد القطع بتاعتنا ونبدا ننزلها بالميه اللي نزلت من على بال ما تنزلها الاجنحه لما بنيجي نعمل صلصه وليه بتاع ساعات بتبقى مسكره اللي هي صلصه جاهزه نعمل ايه محمود عشان نضيع السكر ده عايزه اعمل شويه مكرونه حلوين تضيعي السكر لا هي بتبقى مزيزه ما بتبقاش مسكره نعمل ايه نعادل تحطي بقى لمسه سكر
بجد؟ ساعتها تحطي لمسه سكر. سو الاجنحه تفضلوا تقلبوا فيها. امتى بقى؟ امتى؟ تبطلوا تقليب وتشيلوها من على النار. امتى؟ لحد ما تبقى كل قطعه ملزوق حواليها هي بتبقى جليزد خلاص وصلت للمرحله التغليفه بتاعتها. ونفضل نقعد نقلب فيها بالشكل الجميل ده. بالنسبه لصلصه الطماطم الدكتوره منى عبد الغني سالتني سؤال جميل جدا ليه علاقه بصلصه الطماطم. صلصه الطماطم عشان تطلع معاكم حلوه ولونها حلو للمحشي وللمكرونه حته بنجر صغننه جدا في وقت من الاوقات حته بنجر صغيره بتضرب في الخلاط مع الخلطه فبتخلي الخلطه لونها احمر وحلو. ده اول مره اعرف ده سر جديد. دي حاجه. والحاجه الثانيه عشان صلصه الطماطم تطلع حلوه دايما في طريقتين. الطريقه الاولى انا بحب احط فص ثوم سليم. في ناس تحب تاكل صلصه الطماطم بزبده وفي ناس تحب تاكل صلصه الطماطم بس وفي ناس تحب تاكل صلصه الطماطم بزيت زيتون او زيت ذره كده او كده. قبل ما تحطي العصير الطماطم ارمي فص ثوم سليم مش متقطع هينزل شويه الزيوت الحلوه اللي فيه وهيدي ريحه حلوه جدا لصلصه الطماطم. بس الثوم ما بيبقاش ليه وجود تماما وبس هو بيبقى عامل خط رفيع جدا 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 تقدري توصلي لنتيجه حلوه. وشيلها يعني في الاخر ولا هتيجي شيليها ارميها لا 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 جوزك ولا حاجه يقول لك بالسلامه انت بقى لا اشيل ده يا محمود لا ما هو الميزه في ان احنا بنحط فص الثوم ان احنا نقدر نشيله ونحطه على جنب. ايوه انما لو قطعناه فهو انتشر في الاكله والموضوع بقى مزعج جدا. بس تشيليه بس قبل ما الراجل ياكل. يبقى احنا تبلنا اجنحه الفراخ برشه نشا مع لمسه صغيره من البيكنج باودر ملح وفلفل وبابريكا وانا عمال اقول التلزيقه دي جايه من النشا. ايوه ملح وفلفل وبابريكا ودخلناها الفرن. خرجت بعد 20 ل 25 دقيقه استوت بشكل كامل. حطينا فص ثوم مع مكعب زبده على النار. حطينا الكاتشب. حطينا عصير ليمون وهوت صوص شويه ملح وفلفل وبابريكا ومعلقتين ثلاثه من السكر وبنقلب تقليبه سويت اند ساور كده حلوه. وكل ما نقلب لحد ما نعمل كده ما نشوفش صلصه تحت. طبعا نتمنى ان الصلصه دي تلزق فيها كلها فنقعد نقلب فيها. اسيبك تقلبيها تقليبه حلوه. النشا والبيكنج باودر بقى وكده. يلا قولي جميل يا محمود. اسيبك تقلبي فيها تقليبه حلوه بس خلي بالك عشان الصلصه بتبقبق لا هتلاقيها بتطرطش يعني غير بتبقبق بتبقبق وتطرطش. طيب الفول الاخضر وطي شويه يا محمود. يلا وطي شويه. الله ده الريحه دي جايه من الثوم بس ولا في خل؟ بصوا في حاجه خل. في حاجه هعملها ولا الليمون والثوم هم الليمون والثوم في حاجه هعملها في النص بس ايه يعني اللي خايف ما يعملهاش. انا هوطي. حط كده مكعب زبده. الله ده بيدي طعم حلو قوي وبيخلي الصوص اتقل بقى مفحفح واتقل. موافقين؟ قبل كده موافقين. ما كنتش بتجرؤ واحنا عاملين دايت بس عادي يعني الدايت باظ فاحنا هنجرؤ. تعال نعمل طبق صحي وحلو وصيامي وينفع لكل الاعمار الحلوه وينفع لاي سفره. شويه الفول الحراتي الاخضر دول من الحاجات المهمه قوي ومليانه فوائد كبيره جدا. وعامل لكم الطبق ده شويه خواجاتي والتفصيله بتاعته هتعجبكم ان شاء الله. بجيب نص كيلو من الفول الحراتي الاخضر واجيب رشه كمون ومعلقتين من الكزبره الخضراء على عصره ليمونه وشويه من معلقتين زيت زيتون وشويه نعناع اخضر مع ملح وطماطم شيري دي دلع شويه لو مش موجوده لو مش موجوده بلاش اي طماطم خلاص. بس انت ليه بتقول طبق خواجاتي هما ما هو الفكره يعملوه ولا هو بس معمول بطريقه لا انت هتشوفي طريقه تقديمه في الاخر ايه ده انت دلعت الفول الحراتي وزيت كزبره ونعناع ودلعته شويه فانت يعني هو احنا في الاخر بناكل فول حته جنب حته جبنه قديمه ولكن في المطبخ المصري الاصيل شويه الفول الحراتي دول لما كانوا يتسلقوا مع فص ثوم وبصلايه ويترش عليه شويه كمون كان موضوع كبير قوي. وسلام لو يتقطع ويتطبخ مع الرز اللي بالطماطم برده موضوع اكبر واكبر. طب ولو مش طماطم تشاري بقى زي ما طبق ميه 4 ارباع يعني ينفع طماطم عادي بس هي وجودها ان هي بتاخد من التتبيله اللي انا هعملها دلوقتي حالا اللي هي ايه بصي 3 4 فصوص من الثوم والهون الرخام الحلو ده قوي ورشه ملح ورشه ملح حلوه وابدا ادق الثوم لا مش هحط فلفل اسود هحط كمون ما انا بدور عليه اهو معايا عندي
احط شويه من الثوم، وتخلوا بالكم ان انتوا فصين الثوم دول ان انتوا تدقوا الثوم ده في وقتها قبل ما تعملوا التتبيله بتاعتكم، عشان الزيوت وما تستخدميش سكينه، ده بيطلع الزيوت الموجوده جوه فص الثوم، فبيطلع ريحه حلوه جدا جدا. وانتوا عارفين الكلام ده لان انتوا عبقره في موضوع الملوخيه. ماشي، انا اتلخبطت معاك في الفول وانبهرت بيه وسبت ده خلاص اتشربت يا محمود تقريبا. بعد ما دقينا الثوم كده ماشي، نعمل ايه بقى؟ نحط شويه كمون كمان، ويا سلام على معلقه فلفل من الفلفل الاحمر ده، ممكن تبقى حامي وممكن تبقى بارده، وعصير 3 4 ليمونات اها بجزرتها. لا حرام عليك، انا جربي واحده. لا ده دايت بالزبده اللي حاطه زيت زيت زيتون حلوين. حطينا كميه زبده وشويه كزبره خضراء على شويه نعناع. ممكن تقول تاني عشان واقول تاني بقى مع الوينجز. دقينا الثوم مع رشه ملح وحطينا بعد ما اتهرس كويس معلقه من الفلفل الاحمر المفروم ده، ممكن يبقى فلفل رومي ممكن يبقى فلفل حامي، ريحته باينه ان هو حامي، ومعلقه كمون وشويه شويه من الملح تاني كده عشان يتبل. ده كزبره ولا بقى؟ شويه كزبره خضراء على شويه نعناع والاهم زيت الزيتون. بصوا ممكن بقى شويه خل كمان، شويه خل ابيض مفتري خلاص، والزيت حطيت وزيت زيتون. بصي بقى عملت التتبيله الحلوه دي، سقطت شويه الفول الحراتي في ميه سخنه بتغلي لمده 10 دقائق، ممكن تلاقوا واحده فيها نقره كده تشيلوها، ممكن نجيبه من عند المدرسه واحنا راجعين ناكله نكون اكلنا الكيلو كله. ده بيبقى موضوع كبير، فكرتنا بحاجات حلوه. ده احلى ايام. انا اليومين دول يا جماعه اللي بيسال عليا من 7 لـ 9 انا قاعد قدامي فول حراتي وقصب عودين قصب 7 لـ 9 وشويه حرنكش. العنوان ايه يا نرمين عشان نيجي يعني بس الحاجات اللي موجوده قدامه من 7 و9 لكن حبيبه ام حبيبه احنا جايين يا ام حبيبه على راي هبه. والقصب بقى ايوه بالظبط، والقصب الله، والقصب والحرنكش. ايه تاني في تاني في السوق دلوقتي؟ مفيش يعني، انا الثلاثه دول بالنسبه لي القصب رقم 1 والفول حراتي رقم 2 والحرنكش رقم 2. شويه فشار مش مهم اي حاجه ثانيه جنب الثلاثه دول. طبعا انا السعاده بتاعتي بتيجي من عقلتين قصب طعمهم حلو والفول الحراتي جنب حته جبنه قريش او جنب حته جبنه قديمه او لوحده، ده حاجه هايله. بنجيب الحاجات دي زمان يعني، هو لوحده هو لوحده القصب ده والزعزوعه بتاعته ونقعد. يا خبر ابيض على الزعزوعه. الزعزوعه بقى الناس تعرف الحكايه الزعزوعه. لا كل الناس وكل الناس بقول لك ايه، بيقولوا لك مش هنقشر الفول. لا لا خلاص هو كده هتقعدي بقى تسلق خلاص اتسلق هتاكليها. طيب ناكل القشر انا زي الفاصوليا وزي سقدنا يعني. دي قشره طريه مش زي قشره البسله. دي القشره دي مليانه لحم ومليانه حاجات حلوه خيرات كتيره، وبنقطعها في بعض اوقات وبنطبخها مع رز. ده كان موضوع كبير قوي قوي. أيوة. وتقلبه بقى تقليبه حلوه كده. بصوا بقى الطبق تحفه، كل واحده فول حراتي 5 دقايق كل واحده فول حراتي مليانه من زيت الزيتون والكزبره. إيه؟ بيسالوا ايه على ايه؟ اسالي على ايه يا فاطمه؟ قولي يا فاطمه. حط شويه طماطم حلوين. ايوه هي عايزه تفصصها وتاكل بالخلطه دي، مش عايزه القشر. ويقول لك هو في فوائد بعد ما اتسلق يا فاطمه يتاكل، وهتبقي في غايه السعاده. ما ترميش حاجه يا لينا. ايوه ده يتاكل بقشر. لا وممكن حتى لو هي عايزه تفصصه ممكن تاكله، هيبقى فيه طعم بس في شطه التتبيله دي. بتقول لي جربي على الهوا يعني، انا جرب بالشطه دي بتاعت محمود. جرب انت بقى عشان انا ماليش في الشطه. اسعاف بقى بسرعه. طعم الثوم مع النعناع بذمتك، مع الكزبره الخضراء. انا قادر وبتكلم اهو مع الكزبره الخضراء. اصل الفلفل ده بارد، اللي هم فاهمينه انه حامي، بس هو فلفل بارد احمر. طعم الخل، الكمون، التتبيله، الفوله المسلوقه، حاجه هايله جدا والله العظيم. بارد يعكسوني هم خلوني والله بارد صراحه. والله بارد ما تقلقيش. ادوق عليك على ضمانتي. ثانيه يا فاطمه عشان تكليب قشر يا فاطمه. شويه كده. ايه رايك بقى في الحلاوه والجمال والطعم الحلو ده؟ تحفه والله. حط شويه كزبره كده ورق كده ماشي، وبعدين الله. شويه تاني ده مش محتاج بقى جنبه ولا رز ولا حاجه كده ولا اي حاجه. اقول لك على حاجه لا حلوه. لا حلو والله، حلو جدا والله. تقومي عامله دي كده اهو، تقومي حاطه شويه التتبيله دول في البوله وتاخدي البوله دي جنب الطبق هنا
وكل واحد يلقط واحدة من دي يقوم مغطسها في التتبيلة الحلوة ويدوق. يا نهار ابيض انا ليه كلت؟ بس حلو ما اقدرش اقاوم صراحة. مها جبت التتبيلة؟ انا يا ستي قلت لك بصي انا كل انا بشارك دايما في كل الاكلات زيت زيتون على فكرة ولكن دي اكلة نباتية ما كنتش شاطرة عشان الناس اللي صايمة اللي هو الفول الحراتي لوحده بالتتبيلة دي اكله للناس صايمين حبايبنا وجيراننا اللي صايمين 55 يوم مزيكا فعلا شوية فول حراتي شوية فول حراتي يعني ما خلتش نفسنا في حاجه ده اكل عادي الفراخ بالظبط كده لا وبعدين حلوين مع بعض على فكره يعني دول عايزين ماتش حلو اه اهو ده سقي كده من الماتش اللي عماله تتلعب كل يوم دي ومزعلانه مزعلانه والله العظيم فعلا سواء هنا او هنا وبعدين شويه الاجنحه يا جماعة كل قطعه اتغلفت بالتتبيله بتاعتها يا سلام يا سلام عايزين بقى طعم البافلو دي يبقى حلو عندكم حاجتين الحاجه الاولى يا شويه زعتر على الوش يا شويه سمسم انا تبلت اللحمه بالبيت بالزعتر الاخضر اللي انت اديتهولي روعه يا سلام روعه الهنا والشفا ريحه الزبده موضوع ريحه الزبده مع الكاتشب مع الهوت صوص وعصير الليمون ولمسه السكر والثوم جاي من بعيد كده موضوع كبير قوي كلمنا عن الجريمه اللي انت هتعملها بلغه الليمبي الجريمه بتاعت بكره انا هيعمل حاجه حلوه قوي اوعي تقولي اوعي تقولي اوعي تقولي هبه بقى الاباصيره هتبقى معاك في الجريمه دي كلنا مشتركين في الجريمه شكرا تسلم ايدك يا محمود والسمسم روعه بالهنا 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 بافلو وينجز تحفه وساره اللي طلبت الحاجه بتاعت بكره ساره اللي طالبه السمسم هي اللي عايزه السمسم هي عايزه السمسم ايوه بس. طبعا طبعا بصوا بقى شكل الاجنحه طبعاً. واسلام مخرجنا الجميل موضوع يبسط اي حد بيحب الاكله البسيطه بتاكل جنبها حاجه الوينجز ولا فرايز جنبها فول او عارف ايه او رز او الحراتي لا خلاص رز على البخار حاجه كده ممكن زي ما تحب اي حاجه زي ما تحبه تسلم ايدك يا محمد ده والله وبكره في جريمه كبيره هتحصل لا دي حاجه بسيطه خالص والله نباتيه 100% بنحييكم وشكرا يا مها وشكرا جدا على خير جداً. ان شاء الله معانا هتبقي التلات والاربع باذن الله ان شاء الله وبكره هيبقى الاباصيري معانا واشوفكم على خير والستات ان شاء الله ما بيعرفوش يكذبوا